يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه وبدايه رحله الاهلي للمغرب. الرحله اللي يعني هتتقسم على جزئين، جزء اداري سافر النهارده، غادرت النهارده بعثه النادي الاهلي او وفد من النادي الاهلي عشان يحضروا لترتيبات اقامه وتدريب بعثه الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله مفترض انها تسافر بكره للمغرب على طائره خاصه. خليني اقول لحضراتكم انه النهارده كمان عوده الاهلي للتدريبات بعد راحه لمده 24 ساعه، ادها مستر كولر للاعبين بعد المباراه على طول، كان في تمرينه خفيفه وامبارح كان راحه والنهارده عوده للتدريب مره ثانيه. هنتابع معاكم رحله الاهلي ان شاء الله للمغرب يوم بيوم، لحظه بلحظه، ونحاول نقول لكم كل الاخبار اللي ان شاء الله باذن الله تكون نتيجتها تتويج الاهلي باللقب ال11 في تاريخ. وموضوعات حلقتنا النهارده عندنا موضوعات كتير جدا في حلقه ممتده مع حضراتكم. خليني اقول لكم طبعا بما انه النهارده حلقه يوم الاربعاء، فهي طبعا كل اللي بيتابعوا السادسه عارفين انه الحلقه دي بتبقى مخصصه للكره العالميه، وما عندناش اهم من نهائي الشامبيونز ليج اللي هيجمع بين المان سيتي والانتر يوم السبت اللي جاي هنتكلم عليه، وخصوصا مع اخبار الميركاتو اللي هيكون ليه نصيب معانا في حلقه النهارده. سامعين كلام كتير واخبار كتير واسماء كتير، والناس كلها ابتدت تبرق بعد طبعا صفقه رونالدو اللي لفتت او جذبت الانتباه مش عندنا هنا بس في المنطقه العربيه ولا في مصر، لكن في العالم كله. قنبلة وصول رونالدو للدوري السعودي قنبلة هزت أركان دولة كرة القدم. لكن المثير في الموضوع أن البعض يعني توقع أو انتظر أنه رونالدو تكون صفقة عابرة، لكن النهاردة بنشوف عن أسماء من العيار التقيل أهمهم، هتكلم على اللي تمت يعني، كريم بنزيما وانتقال كريم بنزيما للاتحاد يعني بعقد يمتد لموسم 26، ومن وراه اخر الانباء قبل ما اطلع على الهواء مباشره انه كمان نجولو كانتي تقريبا صفقه شبه محسومه، بل انه اجتاز بالفعل الاختبار الطبي، والقائمه بقى تطول. اسماء زي سيرجيو راموس، اسماء زي سيرجيو بوسكيتس، اسماء زي دخية كمان حارس المان يونايتد دخل على رادار الانديه السعوديه، ومن قبلهم طبعا الاسطوره الارجنتينيه ليو ميسي. اسئله كتيره جدا بتطرح نفسها. طبعا يعني ما اعتقدش انه الهدف الاساسي من وراء استقطاب او شراء اسماء من العيار التقيل، كلهم اسماء كبيره جدا يعني تتكلم على اساطير واستمروا في نجاحاتهم ومكانتهم سنين طويله ولعبوا لاهم واكبر الانديه وحققوا اهم البطولات والالقاب. ايه ممكن يكون الدافع باستثناء طبعا الشق المادي؟ لان بيتهيألي بالنسبه يعني من وجهه نظر النجوم ما فيش دافع تاني غير الفلوس. يعني كريستيانو رونالدو مع كامل احترام طبعا للدوري السعودي، هو واحد بالمناسبه انا مش هقول من اقوى الدوريات ان لم يكن اقوى دوري في المنطقه، لكن في النهايه عشان الناس تسيب اوروبا، عشان الناس تسيب الريال، عشان الناس تسيب اليونايتد، وعشان الناس تسيب تشيلسي، وعشان الناس تسيب الشامبيونز ليج في اوروبا وتيجي تلعب في السعوديه او في بطولات اسيا، يعني بالتاكيد ده نزول لمراتب ادنى. يعني في تجارب على نفس السياق وما نجحتش، يعني خلينا نتفق انه في شرق اسيا الدوري الصيني فتره من فترات كبيره جدا اعتمد على انه يشتري النجوم اللي قربوا من انتهاء مشوارهم. شفنا ده بيحصل في الدوري الامريكي، شفنا ده في بعض الاوقات بيحصل في بعض الدوريات الخليجيه على استحياء، وما كانتش طبعا الاسماء من الكلاس ايه، كانت اسماء معروفه، كانت لعيبه بتلعب في انديه كبيره، لكن ما كانش ميسي وما كانش رونالدو وما كانش سيرجيو راموس وما كانش نجولو كانتي وما كانش كريم بنزيما وما كانش ديفيد دقية وما كانش لوكا مودريتش وما كانش وما كانش وما كانش، والقائمه تطول. الاسماء المستهدفه النهارده كتير جدا واسماء كبيره جدا. هل الهدف انه الارتقاء بمستوى الكره السعوديه؟ ما اعتقدش، لان النجوم دي خلينا برضو نتفق ان رونالدو اللي بيلعب في النصر مش هو رونالدو اللي كان في اليونايتد، ولا رونالدو اللي كان في الريال، ولا رونالدو حتى اللي كان في اليوفي. كريم بنزيما اللي شفناه بيتالق ويتوهج لسنين طويله جدا في الريال بالتاكيد مش هو كريم بنزيما اللي هنشوفه في فريق الاتحاد، وهكذا وهلوم جر. النهارده في تحقيق بالمناسبه، يعني زمايلي في السادسه كنا بنتكلم قبل الهوا قالوا لي ان في تقرير طالع في اسبانيا انه الانديه السعوديه بتستهدف قدامى المحاربين او المحاربين القدماء في القاره العجوز او في القاره الاوروبيه. بس في النهايه ما اعتقدش انه الهدف تقويه الدوري السعودي او انه الدوري السعودي يبقى محط انظار، لانه الدوري السعودي بالفعل قوي، والاسماء دي ما اعتقدش ان هيكون ليها اضافه فنيه. يعني كريم بنزيما اللي انت شفته في الريال مش هو كريم بنزيما اللي هتشوفه في الاتحاد، زي بالظبط رونالدو اللي شفته في النصر مش هيكون هو رونالدو اللي انت شفته
في اليوفي او في الريال او في حتى مانشستر يونايتد. القصة ممكن تكون قصة بروباجندا، ممكن تكون قصة دعاية، وممكن تكون قصة تمهيد، وده الأرجح الحقيقة، إن الناس دي بتمهد إنها تنقل في خلال سنوات قادمة الدوري السعودي لمنطقة تانية خالص. ومفيش أسهل من إنك أنت تجيب الأشهر والأفضل على مستوى العالم في السنوات الأخيرة عشان يلفتوا الأنظار للبطولة في السعودية، وبعد كده نفكر في النقلة النوعية اللي ممكن تنقل على حد تعبيرهم يعني الدوري السعودي، المسؤولين في السعوديه يعني حد تعبير المسؤولين في السعوديه، تنقل الدوري السعودي انه يكون من افضل 10 دوريات في العالم. على كل الاحوال هنناقش ده وهنشوفه، لانه الميركاتو حاضر معانا النهارده، وصفقه طبعا ناريه بالنسبه للريال. عشاق الملكي طبعا النهارده تم الاعلان عن صفقه بيلينغهام، الصفقه اللي كان بيستهدفها الريال من اكثر من موسمين، نجحت وتمت بالفعل هذه الصفقه، واعتقد انه بيلينغهام هيكون اضافه كبيره جدا لسكواد الريال في السنوات القادمه. الأهم طبعا ماتشنا يوم الأحد، ماتشنا حاضر معانا، هنتكلم النهارده في كل التفاصيل المتعلقة بالمواجهة الفنية بين فاندنبروك وبين مارسيل كولر في كذا يوم الأحد القادم في عودة أو مباراة عودة نهائي دوري الأبطال. وزي ما قلت لكم في البداية الإنتر والسيتي حاضرة معانا النهارده. خلينا قبل ما ناخد جولة سريعة في أخبارنا النهارده وأهم الأخبار نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتي. 96 ساعة بتفصلنا عن مباراة الحد اللي جاي، 96 ساعة بيتهيألي إن كل اللي بيشغل عقل وبال مستر مارسيل كولر التفاصيل، كل التفاصيل، ويمكن الراجل اتفرج على مباراة الذهاب مرة واثنين وثلاثة عشان يتفرج أكتر على فرقة الوداد ويعرف إزاي يتعامل معاهم في مباراة العودة، عشان يشوف ويراجع مستوى الأهلي في المباراة وإيه الأخطاء اللي ممكن تكون ادت للنتيجه اللي كنا نتمنى انها تكون افضل من كده. لكن في النهايه انت رايح بروح معنويه عاليه، رايح بمكسب، فرصك ان شاء الله باذن الله كبيره، وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا يوم الاحد وهنكسب مره ثانيه الوداد على ملعبه وسط جمهوره زي ما عملناها مرتين قبل كده. على كل الاحوال زي ما كنت بقول لكم النهارده سفر وفد اداري، طبعا كابتن سمير عدلي بالتنسيق مع سفاره مصر في المغرب بيتم التحضير لاستقبال بعثه الاهلي اللي توصل بكره ان شاء الله. النهارده في تمرينه يمكن هتبدا كمان دقائق، هنحاول ان احنا على مدار الحلقه يعني نروح للاهلي في الجزيره ونعرف اخبار تمرينه الاهلي النهارده ايه. بكره هيبقى في تمرينه خفيفه الصبح، وبعد كده البعثه هتستقل الطائره الخاصه تتوجه للمغرب. هيكون في ميران يوم الجمعة ومران أساسي يوم السبت، وبعدها إن شاء الله بإذن الله نلعب مباراة النهائي. حتى التفاصيل اللي خارج النواحي الفنية الأهلي الحقيقة مركز فيها، أو الجهاز الفني الأهلي مركز فيها بشكل كبير جدا. يعني خليني أقول لكم مثلا دكتور أبو الوفا المعد النفسي للفريق في الجهاز الفني عمل جلسات تحفيزية الفترة الأخيرة للعيبة كتير، قعد مع الفريق كله اتكلم على ازاي يتم تجديد الدوافع، اتكلم على انه ازاي دي اهم مباراة في الموسم كله، اهم بطولة في الموسم كله، وانه احنا بناخدها بافضلية يجب استغلالها كافضل ما يكون حتى في الشق المتعلق بالتعامل مع الجماهير. واحنا عارفين طبعا جماهير الكرة المغربية عموما سواء وداد او رجاء قد ايه برضو يعني جماهير ليها تأثيرها وليها دور كبير مع فراها، ازاي يقدر لعيبة الاهلي رغم ان هم انا متاكد طبعا يعني لعيبه الاهلي خدت خبرات كتير جدا في السنين اللي فاتت، سواء من لعبها في بطولات زي بطولات كاس العالم او من لعبها خارج مصر في حضور جماهير كبير زي ماتشات السوبر اللي بنلعبها في الامارات، او حتى ماتشات دوري ابطال افريقيا اللي يعني بنتوغل فيها في مجال افريقيا وبنقابل على كل شكل ولون. فبالتالي قصه التعامل مع الجمهور اعتقد انه اللعيبه عندها خبرة كفاية، دراية كفاية بإزاي تتعامل مع ده. لكن طبعا دكتور أبو الوفا اتكلم معاهم في ده وإزاي يتفادوا تماما حالة التأثير الجماهيري، وأنا بشوف إنه سلاح الجماهير وارد جدا بشكل معين بأداء معين يعمله النادي الأهلي في المباراة لو نجحنا فيه، لو قدر مستر كولر إنه يسكت الجمهور في الملعب بأداء، ويا سلام لو كان في هدف، أعتقد إنها تفرق معانا كتير جدا في حتة تحييد الجمهور، ومش بس تحييده، فكرة انه الجمهور هيتقلب بدل ما هو عنصر ضغط عليك هيبقى عنصر ضغط على فرقة الوداد. حتى الجزء المتعلق بالتغذية يعني كان في اصرار على اصطحاب الشيف محمد الدالي الشيف الخاص بنادي الاهلي مع ويمكن في اغلب الرحلات الخارجية بيبقى في حرص طبعا على انه القصة الخاصة بالتغذية، في برنامج غذائي محطوط لكل لاعب على حدة، في انواع معينة، في طرق طبخ معينة، في جرعات معينة. فبالتالي
في حتى التفصيله دي كان الاهلي حريص على انه يصطحب معاه الشيخ محمد دالي لرحله المغرب. طيب النهارده طبعا هنتكلم عن المنتخب المصري بما ان احنا بنقرب من ماتش غينيا اللي هيكون بعد ماتش الاهلي على طول. النهارده خلينا نروح لقائمه مستر روي فيتوريا. الجهاز الفني للمنتخب الاول بقياده مستر روي فيتوريا حدد طبعا في معسكر لمنتخب مصر هيبدا من يوم 10 ليوم 18. خلال فتره المعسكر ده هيكون في مباراتين، المباراه الاولى رسميه هتكون مع غينيا وهتتلعب في المغرب يوم 14، وبعدها باربع ايام يوم 18 يعني هنلعب هنا في القاهره مع منتخب جنوب السودان مباراه وديه. ده طبعا المؤتمر الصحفي اللي اقيم النهارده. مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اللي اعلن فيه اختيار قائمه منتخب مكونه من 28 لاعب. خليني سريعا انا هناقش القائمه طبعا مع ضيوفي النهارده بلال محسن واحمد مصطفى. اختار فيهم محمد الشناوي، محمد صبحي ابو جبل حراسه مرمى، اختار معاهم محمد هاني وهشام صلاح واحمد رمضان بكم وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي، ومعاهم محمد حمدي واحمد ابو الفتوح ومروان عطيه. طيب لغايه احمد ابو الفتوح ده لعيبه خط ظهر كلها، مروان عطيه وان كان ابو الفتوح بيشارك في الفتره الاخيره مع فرقته كلاعب خط نص يعني. بعد كده عندنا مروان عطيه، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، احمد سيد. غنام محمد ومحمود حماده الحقيقه يستحقوا جدا كمان، لانه الاثنين دول لعيبه نص ملعب من اللعيبه اللي عندها كوره ومجهود كبير في الملعب، ودي عمله نادره بقت عندنا في الكوره في مصر الحقيقه. يعني غنام ومحمود حماده اعتقد من الاسماء اللي هتكون بارزه جدا مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه. مع احمد سيد زيزو، مع محمد هلال، محمد هلال بنك اهلي اعتقد، دي طبعا قائمه زي ما حضراتكم شايفينها، مع محمد رضا بوبو، واضيف على حماده وغنام. خدوا بالكم كمان انا بتكلم على لعيبه ما بتلعبش في انديه جماهيريه، يعني غنام وبوبو ومحمد حماده بيلعبوا في انديه ما عندهاش جمهور اصلا، مش جمهور قريب، ما عندهاش قاعده جماهيريه يعني. فبالتالي انه يبقى لاعب قادر يطور من مستواه وموسم بعد موسم بيظهر بشكل افضل، لا وينضم لمنتخب مصر، لا ويؤدي مع منتخب مصر، ده يحسب ليهم. والكلام هنا اكتر على حماده بصراحه، يمكن هو اكتر واحد مشارك او ليه دور مع منتخب مصر، لكن غنام محمد ورضا دبو الحقيقه كواليتي تراهن عليه في القريب العاجل يعني. معهم محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات يستحقها وعن جداره. حسين عامل موسم يعني مش هبالغ لو قلت انه الموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي منذ انتقاله. صحيح عارفين انه حسين لاعب يعني مستوى عالي، لاعب مؤثر، لاعب عنده امكانيات كبيره، لكن ما يتهقليش انه في فتره توهج فيها او وصل فيها حسين الشحات لمستوى زي الفتره الاخيره دي، والحقيقه يستحقها وعن جداره. وبقى يمكن النهارده يعني الجمهور، يعني كان جمهور يحط حسين الشحات وممكن معاه اسمين ثلاثه تانيين، وبعد كده نختلف نتفق على بقيه التشكيل، لكن حسين بقى واحد من اهم عناصر النادي الاهلي في الفتره الاخيره. مع حسين الشحات طبعا عمر مرموش لاعب فرانكفورت، اينتراخت فرانكفورت خلاص بقى فرانكفورت ما بقاش فولفسبورج، ومعاهم محمود تريزيجيه، ومعاهم كهربا واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد. دي قائمه منتخب مصر. يعني ممكن تقول في اسم او اتنين كانوا يستحقوا الانضمام، في اسم او اتنين يعني كانوا يستحقوا فرصه على الاقل، مش لازم يعني فرصه التواجد، منها يكتسبوا خبرات، منها يقربوا من فكر روي فيتوريا، منها يبقى في بينهم وبين اللاعبين انسجام، منها يبقوا عارفين طبيعه الشغل والطريقه اللي بيشتغل بيها منتخب مصر، فلو احتجتهم في وقت من الاوقات كنت ممكن تلاقيهم، وخصوصا انه مستر فيتوريا اختار 28 لاعب. لكن هي قصه في النهايه طبعا هو مش هيلاعب ال 28، هو في النهايه هيختار منهم 18 هيراهن عليهم في الماتشين، وخصوصا ماتش غينيا. لكن هي قصه معايشه اكتر منها قصه مشاركه. طيب نروح ل المعسكر هيبتدي يوم 10 ان شاء الله ويستمر لغايه يوم 18 زي ما قلت لحضراتكم. نروح لروجيرو ميكالي اللي بيحط يعني الرتوش النهائيه على معسكر المنتخب الاولمبي عشان يستعد طبعا للمشاركه في كاس افريقيا تحت 23 سنه. البطوله دي هتستضيفها المغرب في نفس الشهر ده في الفتره من 24 يونيو لغايه يوم 8 مايو، ودي البطوله اللي هيتاهل منها اصحاب المراكز الثلاثه الاولى لدوره الالعاب الاولمبيه
في باريس. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. الحقيقه يمكن البطوله الالعاب الاولمبيه السنه الجايه نتكلم في 2024، وبالتالي ان شاء الله باذن الله يكون المنتخب الوطني قادر على يعني الهدف الاساسي انك تتاهل، لكن يا حبذا لو تاهلت متصدرا او متفوقا او متوجا بلقب بطوله امم افريقيا. عملناها قبل كده ورحنا طوكيو، ونقدر ان شاء الله باذن الله نعملها تاني. واتمنى النجاح لروجيرو ميكالي في تجربته مع المنتخب المصري. منتخب يمكن او يعني الجهاز الفني عمل مؤتمر صحفي او هيعلن عن مؤتمر صحفي هيتكلم فيه السبت الجاي عن كل التفاصيل الخاصه بمعسكر المنتخب اللي هيبدا ان شاء الله باذن الله يوم 12 اللي جاي. هيعملوا معسكر في اسكندريه، وبعد كده هيكون اثناء المعسكر في مباراه وديه مع منتخب غانا يوم 15، وبعد كده ان شاء الله السفر. مصر في البطوله دي هيكون معاها مالي والكاميرون والنيجر، والمجموعه الاولى فيها المغرب البلد المضيف او البلد اللي بيستضيف البطوله، ومعاه غانا والكونغو وبرازيفيل وغينيا. واول ماتشاتنا باذن الله في البطوله هتبقى يوم 25 امام النيجر. في السن ده يعني جنبي علمتنا انه في السن ده مفيش توقعات، ممكن تظن على انه المجموعه سهله او انه مفيش يعني منافس ليك فيها غير الكاميرون، ده ممكن ينطبق على الكبار، لكن على الصغار القصه ثانيه، وافريقيا يوم بعد يوم بتتغير، فبالتالي محدش عارف مستوى النيجر ايه، محدش عارف مستوى الكاميرون ايه. اللي نعرفه منتخب مصر وان شاء الله باذن الله يكون قادر على المنافسه والتاهل للاولمبياد. ميكالي يوم السبت الجاي هيعلن قائمه فيها او هتضم اسماء 23 لاعب في قائمه المنتخب، ودول الاسماء اللي هيتم ان شاء الله باذن الله سفرهم للمغرب عشان يشاركوا في البطوله. وهيتكلم في المؤتمر برضو على كل التفاصيل الخاصه بمعسكر اسكندريه، مواعيد السفر للمغرب، وكل الترتيبات الخاصه بمشاركه مصر في البطوله. نروح للاخبار العالميه ولا نخلي الاخبار العالميه مع ضيوفنا؟ طيب خلينا نروح لفاصل، خلينا نروح لفاصل ونرجع نشوف موضوع الاخبار العالميه. أنا هاخد خبر واحد بس يخص الدوري السعودي، أو يخص تحديدا بطل الدوري السعودي الموسم ده، وهو طبعا نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي اللي بيضم طبعا اثنين من نجومنا المصريين، أحمد حجازي كابتن منتخب مصر وطارق حامد اللي قدموا موسم الحقيقة استثنائي ورائع. والحقيقة يمكن هو حجازي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي كله الموسم الحالي، واحد من ألمع نجوم الدوري وكابتن فريق الاتحاد. ويمكن في خبر النهارده بمجرد ما تم الاعلان عن صفقه كريم بنزيما، قال لك اول اثنين هيدفعوا ثمن انتقال بنزيما من ريال مدريد للاتحاد هو احمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله، طبعا نجم الاتحاد واللاعب المحترف في صفوفه. وبالمناسبه عبد الرزاق حمد الله يعني هداف كبير جدا، وهو هداف الدوري السعودي في نسخته الاخيره، لكن قال لك انه حجازي واحد هيدفع ثمن انتقال كريم بنزيما عشان اشاره الكابتن هتتنقل من حجازي لكابتن منتخب فرنسا كريم بنزيما. طب عبد الرزاق ايه قصته؟ قال لك عبد الرزاق هيتنازل عن التيشيرت بتاعه او عن رقم 9 يعني اللي هو بيحمله كراس حربه الفريق او هداف الفريق لبرده كريم بنزيما. وفي اخبار بتقول انه عبد الرزاق حمد الله ممكن يكون على اعتاب الرحيل من فريق اتحاد جده. على كل الاحوال ننتظر الدوري السعودي في ثوبه الجديد زي ما بيقولوا. معانا واحد من نجومه ومن اساطير اتحاد جده ونجم المنتخب السعودي السابق وهداف العرب كابتن محمد سويد، طبعا ضفنا في السادسة. خلينا نستقبل مكالمته. وكابتن محمد مساء الخير واهلا بيك معانا على شاشة الاهلي. اهلا وسهلا استاذ احمد سمير، وتحياتي لك، ولي شرف اظهر معك عبر المباشر في اذاعه السادسة يعني عبر قناة الاهلي. يا ريت طبعا، يعني طبعا كنا نتمنى يكون فيديو كونفرنس، بس خليني اقول لحضرتك مبروك اولا على التتويج ببطولة دوري صعب، منافسة قوية جدا في وجود عمالقة الكرة السعودية زي النصر والهلال، لكن الحقيقة عن جدارة واستحقاق توج الاتحاد بالدوري في الموسم الماضي. الله يبارك فيك استاذ احمد، وانا اهنيك واهني جمهور نادي الاتحاد العريض خارج وداخل المملكة العربية السعودية، واهني كذلك رئيس نادي الاتحاد الاستاذ عمار الحايدي، نائب الرئيس الاستاذ احمد كاكي. والحقيقة الاتحاد يملك فريق قوي جدا في هذا الموسم، لانك مثل ما تعرف اداره المار الحايلي مرشح 4 سنوات، عملت في السنه الاولى وكان الترتيب بالفريق يعني متاخر 11 تقريبا. السنه اللي بعدها وصلت الى المركز الثالث، السنه اللي العام الماضي 2021 وصلت الى المركز الثاني وكانت يعني مؤهله انها تحصل على الدوري بكل جداره، ولكن تعثر الفريق في اللحظات الاخيره وكان بسبب اخطاء بسيطه جدا من بعض اللاعبين. ولكن
السنة هذه الحقيقة الاتحاد بدأ بداية قوية مع اختيار مدرب عملاق مثل نونو سانتو، وبدأ يتلمس خطوات الدوري من أول مباراة في الدوري إلى حتى تقابل مع النصر هنا في جدة استاد الجوهر، وفاز على النصر وخطف الصدارة. من خطف الصدارة إلى نهاية الدوري الاتحاد حقيقة تمكن من الصدارة، وتمكن إنه يفرض شخصيته على كل الفرق بدون استثناء، لذلك هو حصل على صحيح. طيب الدوري بكل جدارة، وكذلك حصل على السوبر قبلها، لذلك حصل الاتحاد على أغلى بطولتين يعني موسم بعد صحيح كأس الملك، صحيح أيوة اللي هي السوبر وكذلك الدوري يعني. الدوري والمدرب نونو سانتو حقيقة عمل نقلة نوعية في الفريق، صحيح. وبناء على سؤالك لما ذكرت الكابتن أحمد حجازي، ترى اي أول نقطة حقيقة في العمود الفقري اللي كان يحتاجه نادي الاتحاد هو استقطاب الكابتن أحمد حجازي، لأن الاتحاد كان محتاج إلى قائد، وبالفعل يعني في السنة الأولى والثانية حقيقة ما كان، عفوا في السنة الأولى اللي وصل فيها الاتحاد ما كان الكابتن، وأنا طالبت أنه يكون الكابتن أحمد حجازي بالذات، لأن خبرته العريضة في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي مع منتخب مصر مع الأندية اللي لعب فيها الإسماعيلي أو الأهلي، أعطت هذا الوهج وهذا الخبرة اللي تمكن منها بقيادة نادي الاتحاد في أصعب يعني منافسات طيب الكرة السعودية. انا عايز اقف شويه مع تجربه طارق حامد واحمد حجازي وتاثيرهم مع واحد من اقوى الانديه الاسيويه، مش هقول بس السعوديه، تاثيرهم وحجم اضافتهم مع نادي الاتحاد. هل بتشوف ده يشجع الانديه السعوديه على التعاقد اكتر مع اللاعب المصري في المواسم المقبله؟ والله بدون شك طبعا نادي الاتحاد له علاقه وطيده مع الكره المصريه، وبالتحديد يعني دربني انا في نادي الاتحاد الكابتن طه بصري المرحوم الراحل، الله وايضا يرحمه الاستاذ انور سلامه، طبعا كابتن وايضا كبير لعب في نادي الاتحاد اسلام شاطر وحسني عبد ربه وكذلك محمود محمود كهربا. كهربا، نعم، وايضا عماد متعب، كل هؤلاء اللاعبين المصريين لعبوا في النادي اتحاد جده وقدموا الشيء الكثير، لان الكره المصريه معروفه انها كره يعني لها قيمتها في افريقيا، وبالتحديد النادي الاهلي نادي عريق ونادي قوي ونادي عنده بطولات وعنده اسم كبير يعني في عالم كره القدم، لذلك الاتحاد ارتبط باللاعبين المصريين. لكن هذا العام وهذا الموسم دون استثناء استقطاب احمد حجازي للاتحاد اعطى الاتحاد قوه خارقه، لانها تعمل عمود فقري، عندك روهي، احمد حجازي على فكره وصى على طارق حامد، والاداره استقطبت طارق حامد بناء على هذه التوصيه، ايوه لان الاتحاد كان وقت ضيق ما كان عنده تسجيل لانه عوقب، فكان الاختيار انه يختار لاعب يملأ هذه الخانه ويكون معروف عشان ما يواجه متاعب. ايضا برونو هيريكي وروما وحمد الله، طيب اصبح العمود الفقري كامل انك تبني عليه خليني الفريق. اكلمك عن جديد الاتحاد بقى كابتن سويد. يعني طبعا كريم بنزيما صفقه من العيار التقيل، صفقه يمكن العالم كله مهتم بيها، صفقه خلينا نقول يعني اهم دوافعها او اسبابها من وجهه نظرك كواحد من رموز الاتحاد، هل بتشوفها صفقه فنيه؟ يعني هل بتشوف انه مثلا تجربة كريستيانو رونالدو هل أضاف للنصر؟ هل شفنا كريستيانو رونالدو اللي كنا بنشوفه مع اليوفي ومع الريال ومع المان يونايتد، هل تتوقع أنه بنزيما يقدر يعمل إضافة فنية؟ لا، ولا القصة قصة تسويقية وقصة مرتبطة بفكرة جذب الأضواء وتسويق براند الدوري السعودي؟ خليني أحدثك عن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هو طبعا من ضمن الرؤية اللي عملها 2030 اللي هو القطاع المهم للقطاع الرياضي، وكان القطاع الرياضي ماشي في المسار الصحيح بعد يعني تنصب الوزير اللي هو سمو الأمير عبد العزيز بن تركي لوزارة الرياضة والشباب، وأيضا التعاون بين اتحاد كرة القدم والوزارة، وكذلك التوصيات اللي تأتيهم من خلال سمو الأمير محمد بن سلمان. فكانت الخطوة هو التأهل إلى كأس العالم، المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم، صحيح، وبعدين في أول مباراة للمنتخب السعودي لعب المنتخب السعودي مع الأرجنتين، المباراة طبعا الافتتاحية للمنتخب السعودي، أيوه صحيح، المنتخب السعودي تفوق على نفسه وتفوق على منتخب الأرجنتين وكسب المباراة 2-1، مظبوط، فأصبح صدى
المنتخب السعودي وسمعته في كل دول العالم، لانك انت تعرف انك تلزم البطل ومعهم افضل لاعب في العالم اللي هو ميسي، وتشوف هذا الخبر وينو ميسي؟ وصل. وينو ميسي؟ صحيح، وينو ميسي؟ بالضبط، يعني كان في سؤال انه فين ميسي. هاي لذلك اصبح هذا السؤال هاجس لسمو ولي العهد انه يطور من الكره السعوديه بشكل واسع. فكان هاي عندنا خيارين، الخيار الاول اللي هو استقطاب نجوم العالم، نجوم العالم اللي هم عندهم اسماء كبيره في دوريات اوروبيه، وتعود الاضواء الى 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 المملكه العربيه السعوديه كخطوه استباقيه للخصخصه. فوجود توقيع النصر مع كريستيانو ورونالدو كان طبعا شيء مبهر للعالم، يعني حتى احنا كسعوديين ما صدقنا الخبر الا لما شفناه موجود ووصل الى الرياض. وبعدين بدا الناس تتساءل، يعني هذا الخبر رونالدو يلعب في السعوديه، رونالدو كابتن سويد. طيب الخط للاسف المكالمه، هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، وخليني يعني اخد من كلامه الحقيقه ليه اكتر من تعليق، وهساله في ده طبعا، لانه خدوا بال حضراتكم في الوقت اللي احنا بنتكلم على كل الاسماء دي بنسمع عن خبر انه صندوق الاستثمار السعودي اللي بيملك حاليا نادي نيوكاسل، واحنا شفنا صحيح ما ظهرش نيوكاسل حتى بشكل نيوكاسل لما كان واحد من اكبر انديه اوروبا، لكنه قدم موسم مميز جدا واستثنائي جدا وحقق ريكورد الحقيقه بانه يكون ضمن الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، والكل الحقيقه اشاد بتجربته لانه ما اعتمدش فيها على فكره. يعني لما تروح لبي اس جي مثلا الفلسفه كانت مختلفه، الفلسفه في بي اس جي كانت انه احنا معانا فلوس كتير. طيب خلينا نكمل كلامنا مع كابتن محمد سويد، رجع لنا مره ثانيه. اهلا بيك كابتن سويد. اهلا استاذ احمد. اهلا طيب. انا كنت بسمع، ليش بتكلم في نفس السياق ده، في نقطه انه بنسمع انه صندوق الاستثمار السعودي اللي بيملك طبعا نادي نيوكاسل دخل فيه انديه كبيره في الكره السعوديه زي الهلال زي النصر زي الاتحاد زي الاهلي. عايز اعرف كمان منك تاثير ده على ما هو قادم، لانه انا عارف انه القصه مش قصه رونالدو وبنزيما بس، القائمه تطول واسماء كتيره جدا بنسمع انها مرشحه للعب في الدوري السعودي. صحيح استاذ احمد. شوف، الخطوة الأولى كانت استقطاب كريستيانو لنادي النصر. الخطوة الثانية اللي دخل فيها نادي الاتحاد وهو استقطاب كريم بنزيما كأفضل لاعب في أفريقيا في أوروبا للكرة الذهبية في 2023. أيوه. الآن أصبح الاتحاد يملك أفضل لاعب في العالم. وله مواصفات، يعني هو هداف ريال مدريد الثاني أيضاً. لا القاب، يعني اكثر من 25 لقب مع ريال مدريد، له سمعه كرويه في فرنسا في اوروبا كلها. وفجاه البارح يعني كان خبر يعني مفرح وصار كل الاتحاديين والكره السعوديه بشكل عام انه ثاني لاعب استهدفته المملكه العربيه السعوديه، او بالاصح صندوق الاستثمار، انه يستقطب لاعب مثل بنزيما وقبله كريستيانو رونالدو. الان في اسماء معروضه ان شاء الله في الطريق انها تحضر الى المملكه العربيه السعوديه. طب تسمح لي يا كابتن محمد اسالك، لانه ده سؤال عند الجمهور في الشارع، يعني في ناس كتير بتقول انه الارقام مبالغ فيها جدا، وانه السعوديه بترفع سقف التعاقدات والرواتب مع لعيبه تعتبر في النهايه مهما كانت قيمتها ومهما كان حجمها وتاريخها في نهايه مشوارها، بالتالي أليس من الأولى أو من الأجدى أنه كان يكون التفكير في أنه شراء لاعبين صغار السن؟ يعني النهاردة بنشوف ريال مثلا بيخلص لاعب زي جود بلينغهام قدامه سنين طويلة في الملاعب، عنده القدرة على أنه يكون فعال ومؤثر جدا، وبنتكلم عن تعاقد نادي بحجم ريال مدريد معاه بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون. هل ما كانش في تفكير أنه بدل المبالغ الطائلة دي ما تروح على البراند أو على اسم اللاعب، تروح على الكواليتي؟ والله انا اسمح لي بس اكمل لك النقطه الجزئيه الاولى اتفضل اللي هو انه وزاره الرياضه امس اعلنت استحواذ صندوق الاستثمارات العامه ايوه على 4 انديه من انديه السعوديه الروشن المحترفين ايوه اللي هي الاتحاد والهلال والنصر والاهلي استحواذ كامل. لذلك احنا دخلنا في مرحله ثانيه، مرحله الخصخصه. الانديه الان تدار من قبل صندوق الاستثمارات العامه. طبعا ايش اهداف صندوق الاستثمارات العامه؟ استقطاب النجوم من اجل بناء استراتيجيه طويله الامد. يعني مو والله فتره اني انا اتعاقد مع لاعب يعني بهذا الرقم مثل ما ذكرت انت، لكن انا لي هدف انه سنتين يعني استخلص الشيء اللي انا محتاجه وبعدين انتقل الى الخطوه الثانيه.
ولكن بكل تأكيد الأرقام هذه مبالغ فيها، يعني أرقام قد تكون خيالية. يعني احنا نسمع أرقام ولكن بالتحديد ما هي الأرقام اللي المفروض ان احنا يعني نتوخاها او يعني نحصل على الأرقام بالضبط. ولكن أعتقد انه المخطط اللي مرسوم للكرة السعودية ماشي في المسار الصحيح، واحنا في خطوات لمسناها على أرض الواقع. بعد بنزيما هل في صفقات ثانية يا كابتن سويد؟ يعني هل هيكتفي الاتحاد ببنزيما ولا هنرى اسماء؟ لا، الاتحاد عنده اسم او اسمين من ضمنهم اللاعب الفرنسي اعتقد انه كانتي. نتكلم نقوله كانتي. الاخبار اللي عندنا بتقول انه اجتاز بالفعل الاختبار الطبي. نعم، فاحنا نرحب فيه والله في نادي الاتحاد، ونبغى نشوف الاتحاد في المرحله القادمه فين راح يوصل ان شاء الله، وكذلك ايضا الخطة اللي مرسومة من قبل وزارة الرياضة برئاسة بإدارة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي، وأيضا اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسهل، كلهم حقيقة يمشون في نفس المسار، ونحن نطمح إلى رياضة أفضل، وحتى من ناحية التقنية داخل الملعب، احنا مقبلين على عصر آخر فيه الكثير من التحديات. نقوله كانتي تقريبا بيلعب في نفس مركز طارق حامد، هل ده معناه ان طارق حامد مستمر مع اتحاد جده ولا قد يكون في خيار اخر يعني؟ والله قد يكون الخيار للمدرب الاول، ولكن اعتقد أيوة. انه يعني قصه عند نونو سانتو. اي، ولكن اعتقد ان وجود كانتي خلاص يعني طارق حامد يعني كثر خيره وعطى اللي عنده اكثر من توقع حقيقه يعني. ايوه يعني يشكر عن السنه اللي قضاها مع الاتحاد، سنه استثنائيه مثل ما ذكرت، وحتى شدني انا في كلامك وفي بدايه حديث تكلمت على حمد الله وحجازي انهم ممكن يقدموا تنازلات، ولكن انا من وجهه نظري يعني انا ارشح ان حجازي يفضل كابتن، يعني حتى لو كان كريم بنزيما في الملعب، ولكن في اولويات يعني التدرج يكون بالافضل يعني بالاشياء الموجوده على ارض الواقع. هي قصه الكابتنه كابتن سويد انت تعرف اكتر مني، ما هياش برستيج وما هياش وجاهه اجتماعيه بقد ما هو دور وقدرات وشخصيه موجوده عند اللاعب مفترض يقود بيها الفريق، وبالتالي اذا كانت المواصفات دي في احمد حجازي او شفتوها او شفتوا ان الدور ده يصلح لاحمد حجازي على طول. يعني كريم يبغى له وقت على بال ما يفهم ما عليه، يبغى له وقت ده لو عرف يتواصل يعني اساسا السنه القادمه ممكن. ايوه وبخصوص حمد الله انت ذكرت برضه حمد الله ممكن ما حتى هو يعني هذا التعاقد ممكن ياثر عليه، بأنا اقول ان حمد الله هداف من الطراز الرفيع، لاعب عنده عنفوان في كره القدم وسجل هذا الموسم 21 في الدوري، اصبح هداف الدوري مع انه في كريستيانو وفيه تاليسكا، في نجوم كبيره في الدوري السعودي صحيح، ولكن هو تغلب على كل الظروف حتى انه يعني تم ايقافه بدايه الدوري. لكن هو لاعب هداف ولاعب حقيقه مهم في تشكيله الفريق في تشكيله الاتحاد، وحتى هو افضل لاعب في السوبر. ايوه وافضل هداف في السوبر صحيح. كل هذه الجوائز اللي حصل عليها في نادي الاتحاد وكلاعب فريد يعني ده انا من اكثر المعجبين بيه الحقيقه، هداف يعني من طراز رفيع، يعني يمكن معهوش الباسبور الاوروبي وما لعبش في الدوريات الاوروبيه، لكن بشوف حمد الله الحقيقه واحد من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري السعودي ويمكن في الكره الاسيويه كلها. خليني اسالك، نعم، ايه المكاسب اللي ممكن تكونوا بنيين عليها من توقيع نجم بحجم كريم بنزيما ومن ياتي بعده، سواء نقوله كانتي، انا سامع بقى سيرجيو راموس وسامع ديفيد دخيا وسامع سيرجيو بوسكيتس وسامع دي ماريا وسامع ليفاندوفسكي، حتى اسم ليفاندوفسكي طرح انه يعني، وطبعا من قبلهم كلهم ليو ميسي، وخلينا اسمع الجديد عندك فيما يتعلق بميسي، لانه في النهارده كلام بيقول انه ميسي مش هيلعب في السعوديه وانه قريب قوي من انتقال الدوري الامريكي، لو عندك جديد طبعا. نعم، طيب بخصوص المكاسب اللي ممكن يتحصل عليها الدوري السعودي او الخطه الموضوعه لمسار الدوري السعودي دوري المحترفين، انه الان هم يبنون استراتيجيه في استقطاب النجوم الكبار اللي تعطي كره القدم، اللي تلعب الكره القدم الصحيحه. تمام. الهدف ليس خلال السنه او السنتين، يعني هذا الهدف انا لمست هذا الهدف في فتره ال 78 بعد كاس العالم، لما نستقطب السعوديه ريفيلينيو وبيكير وعظماء كره القدم بعد كاس العالم، طارق ذياب من تونس، يعني كل اللاعبين اللي ظهروا في جيل الكره السعوديه ظهروا وبانوا بعد هذا الجيل، لانه انا انا احتاج اشوف نموذج قدامي عشان اوصل لهذا اللاعب، فلازم اشوفه قدامي ويتدرب كيف يكون طريقته في اللعب كيف اسلوبه،
هذه الاشياء مفقوده. احنا كانوا عندنا لاعبين سعوديين ولكن محدودين يعني جدا، فالدوري ما له نكهه. الان النكهه بتكون اضعاف مضاعفه، الجوده في الملعب بتكون اضعاف مضاعفه، ايضا طريقه بناء الجيل القادم. يعني انت تبحث عن بناء لاعبين نفس المواصفات، فلازم يكون عندك نموذج. أيه. يعني انا لما اشوف حجازي لازم يكون عندي لاعب مثل حجازي في الاشبال وفي الشباب. يعني انا لمست هذه حقيقه من ارض الواقع. فبالتالي هذه الامور كلها تساعد في مستقبل الكره السعوديه. يعني البناء ليس في فتره بسيطه، ولكن الهدف استراتيجي طويل الامد للوصول الى الرؤيه 2030 في مجال الرياضه بالتحديد كره القدم. ايوه، فوجود اللاعبين بهذه الجوده وبهذه الاسماء، حتى المتابعه، يعني احنا شفنا رونالدو لما بدا يلعب في الدوري السعودي، قنوات ناس يجون من خارج المملكه يحضرون المباريات. يعني القنوات الاوروبيه كلها تنقل الاحداث، تنقل الدوري السعودي. فما بالك يكون عندك كريم وكانتي طبعا طبعا ما فيش شك، ما فيش شك، ما حدش يقدر يختلف كابتن سويد انها بالتاكيد اضافه كبيره جدا للكره السعوديه بشكل عام وللبطوله كمان وللدوري السعودي. النهارده احنا بنتكلم على يعني انه في مشجعين من انحاء مختلفه في العالم بكل بقى القاعده الشعبيه والجماهيريه اللي بيتمتع بيها نجوم زي رونالدو، زي بنزيما، زي واتس، يعني هوفر بقى هيجيبوه في الفترات القادمه، مشجعينهم هيكونوا حريصين على ان هم يتابعوا الدوري السعودي. فبالتاكيد ده في حد ذاته مكسب وانتشار. ولكن خليني برضو أطرح عليك برضو وجهات نظر يمكن تكون ليها يعني مختلفة شوية. في ناس بتقول أنه السعودية بتحاول أنها تستنسخ تجارب حصلت قبل كده، زي مثلا الصين، زي اليابان، زي الولايات المتحدة الأمريكية، فكرة التعاقد مع كبار الأسماء. وانت عارف مثلا نجوم زي تيري اونري، زي ديفيد بيكهام اللي راحوا لعبوا في امريكا، انيستا راح لعب في اليابان، وغيرهم من النجوم يعني. ولكن التجربه ما كانش ليها المردود، او ما نجحتش بالشكل اللي كان متوقع ليها، او ما عملتش النقله المتوقعه منها بالشكل الكافي. ايه اللي ممكن يكون مختلف في التجربه السعوديه كابتن سعيد؟ هذا سؤال جدا ممتاز، لانه تجربه الدول اللي سبقتنا في هذا المجال تجربه وقتيه، يعني ما هي مرسومه. أيوه. ولكن تجربه المملكه العربيه السعوديه تجربه مرسومه مسبقا للوصول الى اهداف الخصخصه. أيوه. ومن ضمنها اداره صندوق الاستثمارات العامه لهذا الملف بالتحديد. انت مثل ما ذكرت انه صندوق الاستثمارات العامه مستحوذ على نادي نيوكاسل. مظبوط. شفنا كيف تاهل لدوري الابطال في هذا العام. يعني صحيح، يعني خلال سنتين اصبح من انديه اوروبا حقيقي. والمميز في تجربته، اسمح لي يعني اضيف على كلامك، المميز في تجربته انه اعتمد فيها على استراتيجيه مبنيه على الكواليتي وعلى العين الخبيره اللي تقدر تختار عناصر تبني بيها فريق كبير، على عكس من تجارب تانية شفناها رغم توافر راس المال ورغم اتجاههم لشراء اكبر الاسماء والنجوم، لكن على المستوى الفني ما كانتش تجارب ناجحه او ما كانش ليها مردود. فتجربه نيوكاسل انا بعتبرها الحقيقه تجربه مميزه جدا. يعني أنا وافقك الرأي، فلذلك مباشرة بعد استقطاب النجوم يعني تم التوجيه إلى صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على الأندية اللي ذكرت الأربعة، اللي هي الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، ومن ثم بناء استراتيجية جديدة ليست معهودة في كرة القدم. يعني كانت في السابق الأندية تدار حقيقة يعني من خلال أعضاء الشرف ومن خلال رؤساء الأندية بس بدون تخطيط. يعني بيكون فيه هدر للمال، بيكون فيه هدر، لكن ما في تطوير. احنا الان قادمين على مرحله احنا نبني الرياضه بالاصح رياضه احترافيه برؤيه سمو السيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، من اجل الوصول الى اهداف يعني سمو الامير راسمها ومخطط لها، يعني ما هي عبث. أيوه. لذلك ال وجود هؤلاء اللاعبين قد يسبقها او قد يتبعها خطوات اخرى في البنيه التحتيه. طيب بناء الملاعب، تشييد. طيب خليني عشان انا عندي اكتر من محور برضو كابتن سويد عايز اتكلم معاك فيهم. السؤال واضح ومباشر، هل الدوله السعوديه بتقوم بدعم الانديه السعوديه في تجربتها مع اللاعبين المحترفين لتحقيق اهداف على مستوى الرياضه في الدوله، بعيدا عن اهداف الانديه بذاتها بقى، هل الدوله السعوديه بتدعم الانديه في الناحيه دي تحديدا، او بتدعم التوجه ده مع الانديه في الناحيه دي تحديدا ولا لا؟ والله مش الدولة،
هو طبعا سمو الامير محمد بن سلمان رسم خطه 2030 الرؤيه، ومن ضمنها تطوير الرياضي في عده مجالات، المجال اللي هو ممارسه الرياضه، والمجال الاخر اللي هي المنافسه الاحترافيه. ايوه يعني الممارسه وايضا التنافس. فانت كيف تصل للتنافس من غير مال؟ واحنا نعرف انه المال يعني هو اللي يسير الرياضه في كل انحاء العالم. واللي خلانا في الدول العربيه احنا نكون متاخرين شويه انه النقص، يعني الانديه ما بتسير نفسها بالشكل الصحيح. ففي نقص في المردود المالي، في الاستثمارات، في التعاقدات، في الرعايات، في اشياء كثيره. الشركات تحجم مثل دعم هذه الانشطه، يمكن حتى في مصر عندكم. هل هتسمحوا بمنافسه في فكره تملك الانديه السعوديه؟ يعني اذا كان صندوق الاستثمار تملك لا اكمل لك. فصندوق الاستثمار يعني من خلال الرؤيه هو اللي الان بيتولى تطوير الانديه، تطوير الناس اللي يعملون داخل النادي. يعني هذا شيء مهم، انك انت ايش هو داخل النادي؟ ايش كيفيه الاداره؟ من الموجودين في النادي؟ كيف يتطور النادي؟ هذه الاستراتيجيه اذا بتتطور بهذا الشكل، يعني مع الحوكمه ومع المراقبه الدائمه المستمره، فاحنا يعني على الخطوات المرسومه الصحيحه. احنا كان ينقصنا هذا الشيء في كل الانديه. انا لعبت في نادي الاتحاد، ولعبت يعني في نادي ضمك من السابق، ومتابع للدوري السعودي. اعرف ان الانديه تعمل على الموسم فقط، استراتيجيتها على الموسم، ولكن ما عنده اهداف بعيده المدى انه يكون في فريق عمل استقطب السنه القادمه. طب هل هيسمح عشان حتى يكون في على مستوى المنافسه تكافؤ فرص؟ وانا عارف انه عندكم قانون اسمه الكفاءه الماليه، تقريبا حجم ايرادات النادي في مواجهه حجم ميزانيته، يعني انفاق او انفاقه او الى اخره، لكن عشان يكون في تكافؤ فرص، لانه هذه الانديه ستلقى دعم مادي بالتاكيد كبير، وده بنشوفه بيترجم في الارقام اللي بتدفع في الصفقات دي واللي لسه هتتوالى. كيف سيتم دعم باقي الانديه السعودية؟ وهل هتسمحوا بدخول رأس المال الخاص أو الشركات الاستثمار في أنها تستثمر في الدوري السعودي وفي الأندية السعودية ولا لا؟ والله سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي طبعا أمس في المؤتمر الصحفي قال أنه في 4 أندية بتروح لصندوق الاستثمارات العامة وذكرناها. أيوه. وأيضا في 4 أندية بتروح للجهات يعني تتملك الأندية هذه بالكامل. أيوه. يعني عندك نادي العلا تاخذ شركة العلا التطويرية، وأيضا نادي القادسية. يعني كل هذه الأندية يعني اختيرت بعناية تمام، من أجل أن يكون فيه مرحلة ثانية لدعم أندية هي في الوسط. تحتاج أنها هي تكون لها دعم خاص واستراتيجية أخرى مرتبطة بهذا المسار اللي احنا ذكرناه، الخصخصة، وأيضا بناء الأندية من الداخل، وأيضا الاعتناء فيها بالموارد المالية. طيب خليني أختم معك يا كابتن سويد بالصفقات المنتظر إبرامها. يعني كتير من الأسماء سمعناها الفترة الأخيرة، ويلفريد زاها، سيرجيو راموس، دي ماريا، يعني بوسكيتس وغيرهم من الاسماء، يعني دخيا جه اسمه، ليفاندوفسكي جه اسمه، حتى لوكا مودريتش نجم الريال جه اسمه فتره من الفترات. اي من هذه الاسماء قريب من الانتقال لاحد انديه الدوري السعودي؟ وليو ميسي في مقدمه القائمه طبعا، عشان طيب انا اكلمك على ليو ميسي لانه طبعا علامه فارقه في الكره السعوديه وفي الكره العالميه، وايضا الكره السعوديه تحتاجه في هذه الفتره على اساس يكمل المنظومه اللي بدا فيها نادي النصر وايضا الاتحاد. أيوه. والهلال يعني بحث عن هذا النجم يعني بالتحديد. أيوه. وما زالت المفاوضات قائمه لحد الان، يعني نسمع انه في مثلث الان بين نادي امريكي وبين نادي انتر ميامي وكذلك نادي الهلال. ايوه. فالهلال حقيقه يعني يمكن له اهداف انه ما اعلن عن صفقه او تم بعض الامور اللي يتناقش فيها، لكن انا متيقن يعني انه ممكن يجي السعوديه، وممكن حتى يعني لانه حتى عنده عقد مع وزاره السياحه مسبق انه ممثل للسياحه في المملكه العربيه السعوديه. كل هذه الفرص يعني تدعونا ان نتفائل انه بيكون موجود عندنا ان شاء الله هنا في الدوري السعودي. صحيح. ولكن يعني بعض الناس اللي يتابعون كل واحد يعني يبحث عن الاستباق او عن استباق الخبر او عن المصدر او حتى عن افساد يعني بعض الصفقات اللي تدخل فيها. طيب الانديه في هذه المرحله يعني السؤال ده من بره التحضير، من بره الحوار،
لكنه الحقيقه سؤال بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. واحد من افضل مدربين شفتهم اشتغلوا في الوطن العربي وفي افريقيا يمكن في الفتره الاخيره، هيرفي رينار، بمجرد ما تم الاعلان عن نهايه علاقته بالمنتخب السعودي، يعني عارف الواحد عينيه لمعت. واحد دي نمره واحد، نمره اتنين كانت علامه استفهام كبيره جدا، لانه كمان قدر يعمل يعني يكون صاحب بصمه مع المنتخب السعودي. ايه كان السبب، وهل قصه تولي منتخب فرنسا للسادات كانت هي الدافع وراء رحيله، ولا كان في اسباب تانية؟ والله انت تكلمت على شخص انا فرحت فرح كبير لما تعاقد مع الاتحاد السعودي لكره القدم، وكان حقيقه الفرحه مفاجاه، لانه احضر لا مدرب من افضل المدربين اللي دربوا في 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 افريقيا، صحيح، وايضا مع منتخبات عريقه مثل منتخب زامبيا وكوت ديفوار بالضبط يعني، وحصل ايضا مع درب منتخب المغرب، فعنده سي في جبار. احنا لما نتعاقد مع المنتخب السعودي كل النقاد حقيقه وكل المتابعين يعني البعض يعني حط عراقيل في طريق المدرب وحط اشياء، ولكن هو كان عنده استراتيجيه ماشي عليها انه يختار اجود اللاعبين اثناء الدوري وكان يلعب فيهم، وحتى لما جاء كاس العالم وكان التحضير على 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 اوجه انه المنتخب السعودي، يعني كثير من النقاد وكثير يعني من المفسدين للفرح قالوا انه هذا منتخب الهلال او هذا المنتخب كله يعني مصابين، اخذوا مصابين، ولكن هناك اعطانا درس كبير صحيح كيفيه يعني يعني الاستفاده من طاقات اللاعبين. ايوه يعني في الملعب واثناء المباراه، انا شفت اللاعبين مباراه الارجنتين والله يعني تفاجات بقوه الاداء للمنافسه مع لاعبين اقوياء في الارجنتين، وفازوا في المباراه ب2-1، وكان اسم المنتخب السعودي في كل مكان حقيقي. لذلك هو مدرب بالفعل. المباراه الثانيه ما ساعدتنا بحكم الاصابات وحكم طبعا بعض الظروف اللي صارت. لا سيبك من بقيه النتائج المشوار، لكن ليه يعني البعض توقع بعد كاس العالم وبعد الاداء اللي ظهر بيه المنتخب السعودي انه هيرفي رينار هيستمر لسنوات مع يعني مع الكره السعوديه؟ والله انا ما ادري ايش في استراتيجيه قادمه، لكن انا كنت ارى انه هو اعطى اللي عنده في فتره بسيطه وما كان يقدر يواجه الموج هذا من الانتقادات اللي وصلت للاتحاد السعودي لكره القدم، ولا حتى الاتحاد السعودي بيقدر يواصل انه يدافع عن كرت يعني يعتبرونه كرت يعني متعب شويه يعني. انا بتمنى لك كل التوفيق كابتن سويد، واتمنى طبعا الكره السعوديه والدوري السعودي مزيد من التالق. هو بالفعل دوري متالق ودوري من افضل الدوريات اللي الواحد الحقيقه بيتابعها في السنوات الاخيره، وخصوصا الموسم الاخير الحقيقه ازداد حلاوه، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التوفيق للرياضه السعوديه بشكل عام والكره السعوديه بشكل خاص. كابتن محمد سويد طبعا نجم الاتحاد جده ونجم المنتخب السعودي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسه. وقبل ما نفتح ملفاتنا ونتكلم على الاهلي والرجاء السيتي والانتر، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. الحدث الاهم في القارتين، قاره افريقيا او قاره اوروبا، سبت وحد على التوالي. سبت نبداها ونستمتع بان شاء الله السيتي هو بيتوج، ومن بعدها تبقى الفرحه فرحتين والاهلي يتوج، وتبقى كده الموسم مش عايزين منه حاجه تاني. مره تانية معاكم في السادسه، واسمحوا لي ارحب بضيوفي بلال محسن واحمد مصطفى المتالقين دائما. مساء الخير يا بلال. طبعا استاذ احمد اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله الاهلي والسيتي يتوجوا ويلعبوا بعض في كاس العالم للانديه ان شاء الله، وتبقى بس الاهلي طبعا بقى. ان شاء الله الاهلي طبعا الاهلي. اهلا بيك يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، واهلا بيك طبعا، ودايما مبسوطين احنا معاك، ومساء النور على جميع المشاهدين طبعا. طيب انا احنا عندنا يعني كذا موضوع، عندنا طبعا هنقف مع منتخب مصر سريعا ونشوف الاختيارات بتاعت فيتوريا، قائمه المنتخب للمعسكر والماتشين الرسمي والودي، غينيا وجنوب السودان. هنتكلم طبعا على ميركاتو اللي داخل فيه او داخله فيه الانديه السعوديه بقوه النهارده، يعني كان لسه معايا مكالمه، واضح ان الناس حاطين عينيهم مش قصه لاعب ولا اثنين، دول حاطين عينيهم ينقلوا الدوري نقله ثانيه، ودخول صندوق الاستثمار السعودي في القصه وامتلاكه لاهم اربع انديه، في كان اكبر اربع انديه جماهيريه في السعوديه، بالتاكيد هيحدث الفارق طبعا الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال ذهاب وعوده. يهمني اسمع رايكم في الماتش اللي فات، والاهم طبعا رؤيتكم الماتش اللي جاي، وبالتاكيد طبعا السيتي والانتر، لانها مباراه تحصيل حاصل خالص خالص. ربنا يخوفك. بص لو المباراه دي فيها ذهاب وعوده كنت قلت لك ان دوري الابطال في جبنه، لكن 90 دقيقه تفصل في اسطنبول لا قصه ثانيه خالص، وليها حسابات معقده جدا. وانزاجي مدرب كبير، وانزاجي مدرب كبير، والكره الطلياني بايخه، والفرق الطليانيه عندها خبره وعندها دفاع، منظومه دفاعيه
مرهقة لأي فريق، فكل شيء وارد في اسطنبول يوم 10 إن شاء الله. بالزبط. بس خلينا نبتدي الأول بمنتخب مصر وآخد رأيكم في قائمة المنتخب اللي اختارها روي فيتوريا، شفتوها ازاي؟ تحبوا نستعرض مع بعض الاسماء لو الاسماء جاهزه معانا؟ طبعا دي اختيارات لمباراه معسكر منتخب هيبتدي يوم 10 ليوم 18 يونيو بعد لعبة الاهلي، هتنضم بعد ما تخلص نهائي دوري الابطال مع الوداد يوم 11، لانه مباراه غينيا الاولى هتتلعب في المغرب، هتتلعب يوم 14 في المغرب، ودي تصفيات امم افريقيا ان شاء الله. مصر وغينيا بيتشاركوا الصداره، المباراه دي نتيجتها هتحدد بشكل كبير جدا مين هيتصدر او مين هيبقى في المركز الاول، هي مباراه غينيا، وبعدها هيبقى عندنا مباراه اثيوبيا في القاهره مباراتنا الاخيره. حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، ابو جبل، محمد هاني في خط الدفاع مع هشام صلاح واحمد رمضان بيكم وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، مروان عطيه، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، احمد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوب وخط النص. اما خط الهجوم فيقوده طبعا ايجيبشن كينج محمد صلاح، معاه مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، تريزيجيه، محمود كهربا، احمد ياسر ريان ومصطفى محمد. نبدا ببلاد، يعني يمكن هي القايمه اللي يفسر العدد الكبير اللي واخده روي فيتوريا في القايمه، ان المنتخب مصر عنده مباراه وديه امام جنوب السودان، الراجل محتاج يبص على بعض العناصر اللي هو شايفها بتادي بصوره جيده في مباريات الدوري العام مع فرقها. في لعيبه كان عليها كلام منذ فتره، يعني محمد رضا بوبو مثلا ابرز المنضمين، لعيب بيادي بصوره كويسه جدا مع فيوتشر، كمان محمود مرعي السرد باك، احمد رمضان بيكهام رغم تراجع نتائج سيراميكا عامل مباريات كويسه، كنفس الموضوع احمد ياسر ريان معاه في نفس الفريق. يمكن الناس كانت انتظرت بعد تالق مصطفى شوبير ان هو هل هيكون ليه فرصه، ولكن طبعا لانه شارك في ثلاث مباريات، اعتقد ان لو استمر في المشاركه هيبقى هيحجز مكان في منتخب مصر. حسين الشحات طبعا ابرز الاسماء او العناصر اللي بتعود مره اخرى بعد حاله التالق الكبيره، واحد من افضل مواسم حسين الشحات مع كره القدم، والموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي. طبعا قاعد بتسمعني بقى انت؟ لا والله ده تورط، يعني انا لسه ببتدي الحلقه بنفس الكلام ده بالظبط، انا قلت حسين افضل نسخه لحسين السنه بالظبط. بالظبط وطبعا احمد حجازي، يعني تم التنسيق بينه وبين روي فيتوريا على اراحه احمد حجازي بعد الموسم الكبير اللي قدمه مع اتحاد جده، واعتقد ان كمان محمد صلاح مش هيشارك في مباراه جنوب السودان. طيب في اسماء كانت تستحق الانضمام على الاسماء دي احمد؟ اعتقد مصطفى شلبي، مصطفى شلبي لاعب الزمالك كان يستحق التواجد في القائمه دي على الاقل، حتى يبقى متواجد، ان هو مقدم من بدايه الموسم اعتقد مقدم مستوى كبير جدا، لكن اعتقد اغلب القائمه فيها عدل كبير جدا من فيتوريا، وده عودنا عليه حتى في المعسكر اللي فات، وكنت انا معاك تقريبا واتكلمنا، قلت لي برضو نفس السؤال، قلت لي مين اللاعب اللي ينقصه؟ قلت لك محمد رضا بوب كان يستحق التواجد فعلا، وبالفعل هو اخده في المعسكر ده، ولاعب كبير جدا ولاعب عنده امكانيات كبيره. وشايف كمان في لاعب مهم جدا، اعتقد ان يعني دي كانت مفاجاه، غنام محمد لاعب خط وسط. لا انت كنت بتتفرج انت كمان بقى انا عشان احنا خلاص بقى في لا اصل غنام وبوب وحماده الثلاثه ما بيلعبوش في انديه جماهيريه ولا انديه بتنافس، بس الحقيقه الثلاثه عندهم كوره ولاعيبه خط وسط تراهن عليهم، فعشان كده انا قلت انا فرحان للثلاثه دول تحديدا، وغنام بالتحديدا كمان يعني. وطبعا السبب في الموضوع ده طبعا محمود حماده ان فيتوريا جاب محمود حماده من نادي فاركو، نادي لا بينافس، واعتقد هو كان حتى في الموسم اللي فات بيمر بفتره سيئه جدا، رغم كده هو ضم محمود حماده ولاعب اساسي على اغلب اللعيبه ممكن تبقى محترفه، ولعب وثبت وجوده جدا، واول حتى في مؤتمر اتكلم عنه كان مستغرب ان اللاعب عنده 28 سنه ما كانش موجود، محدش اخده في منتخب مصر، وهو عنده ثقه فيه، وده فتح الباب للعيبه كتيره جدا تبقى موجوده في منتخب مصر، ومن الاسباب اللي شفنا الدوري بدا يبقى فيه لعيبه كتير ظهرت كويسه الفتره الاخيره، فهو كافئ اللعيبه ديت وبدا يضم غنام محمد، محمود مرعي، احمد رمضان بيكهام، محمد رضا بوبو، وشفنا حتى احمد ياسر ايام متواجد في قائمه خط الهجوم، فاعتقد ان هي قائمه عادله جدا، يعني بغض النظر عن ممكن اكيد اسم او اثنين بس قائمه عادله. طيب انا عندي اسمين، يعني كنت اتمنى خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، انا كنت بشوف ان هو كان يستحق الانضمام، خاصه ان انت هتجرب في مباراه جنوب السودان. محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا كليوباترا، الاثنين انا بشوف ان هم كانوا يستحقوا ان هم يتواجدوا على الاقل في مباراه جنوب السودان.
طيب على كل الاحوال دي اراء بلال واحمد في قائمه روي فيتوريا. خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا اتكلم فيه على المنتخب وعلى المرحله اللي جايه وعلى الماتشين، سواء ماتش غينيا الرسمي او جنوب السودان الودي، ونرجع نكمل كلامنا ونفتح ملفاتنا. Vamos começar por fazer a apresentação daquilo que se vai passar nos próximos dias. اول حاجه هنقدم ايه البرنامج بتاعنا او اللي هنعمله ان شاء الله في الايام القادمه. Estágio de junho com dois jogos. معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين. E portanto só para fazer mais ou menos este o plano de ação. عشان نعمل الخطه بتاعه المعسكر. Nós vamos começar a trabalhar a 10. هنبدا ان شاء الله العمل بتاعنا يوم 10. Depois iremos ter um jogo a 14, já falamos sobre isso. ومنها ان شاء الله في مباراه يوم 14 هنتكلم عنها بعدين. Iremos ter outro jogo a 18. ومباراه ثانيه يوم 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no Cairo, 10 e 11. هنشتغل هنا في القاهره يومين بس اللي هو يوم 10 و11. No dia 12 viajamos para Marrocos. يوم 12 السفر الى المغرب. Fazemos treino lá 12 e 13, jogo a 14. هيكون في عندنا تمرين في المغرب يوم 12 ويوم 13 و14 المباراه ان شاء الله. No dia 15, no dia a seguir regressamos. يوم 15 العوده الى مصر. Treinamos no Cairo até ao dia 18 e dia 18 temos o jogo com o Sudão. هيبقى في تمارين في القاهره ان شاء الله وفي يوم 18 مباراه يوم 18 هنا. E quero vos dizer que eu estou tremendamente chateado. وبقول بصراحه ان انا حزين جدا. Tremendamente desapontado. يعتبر زعلان. Que não aceito com facilidade isto que vos vou explicar a seguir. ان انا ما قدرتش اتقبل بسهوله اللي انا لسه هشرحه لكم دلوقتي. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. وبتكلم بشكل واضح على اختيار المباراه يوم 14. É inaceitável, é inaceitável. E nós, e eu, enquanto treinador do Egito, quero ganhar e é inaceitável nós fazermos este jogo a 14. يعني لن اقبل كوني مدرب لمنتخب مصر ان انا اكون ماشي بالمنتخب وان العب المباراه في يوم 14. كيف جا تزير بونت بريفي كابا نينجان ستار جا فازير اوت سيناريوز. وبقول بصراحه دلوقتي الموقف ايه عشان ما يبقاش فيه اي سيناريوهات ثانيه بعد كده. تيمزو ماسيم ريسبكت بلا غيني. طبعا احنا مع كل الاحترام لغينيا. مونتين كواكير ميد غيني. ما عنديش اي خوف من فريق غينيا. ريسبكت موينتو. نحترمه جيدا. اي فامش ترابيلار با غانيار. والشغل بتاعنا ان شاء الله من اجل الفوز في المباراه. وهنكون جاهزين عشان نأدي المباراه يوم 14. Mas nunca o CAF ou quem quer que seja podia marcar este jogo a 14. ولكن ليس الكاف او اي منظمه مسؤوله ان هي تحط المباراه بالنسبه لنا يوم 14. Sabem quantos jogos existem agora em África nesta fase de junho? عارفين في كام مباراه موجوده دلوقتي في Existem 22 jogos. افريقيا في يونيو في 22 في 22 مباراه دلوقتي المفروض بتنظمهم. Só 3 jogos são jogados a 14. منهم بس 3 مباريات هيتلعبوا يوم 14. É o nosso. مباراتنا احنا. É o do Sudão. مباراه السودان. E é o de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. مدينه بلد ثالثه بس ما اعرفهاش بصراحه. São 3 jogos que existem. Todos os outros vão ser jogados a 16, a 17, a 18, a 19 ou 20. هيكون بعد كده المباريات من يوم 17 و18 و19 و20. Nós fizemos pedido. احنا قدمنا طلب. Desde fevereiro que estamos a falar com a CAF. من اول شهر فبراير واحنا بنتحدث مع الكاف. Para que jogo fosse em todos os dias menos a 14. عشان تكون المباراه بتاعتنا مش يوم 14. Mandamos 3 cartas. ارسلنا 3 خطابات. Vem-nos a resposta no dia 21 de maio. وصلت لنا الرد كان يوم 21. A 15 dias. 15 يوم بس. إن سو اي تيفامز ا كونفيرماسيون كو جوغ ياسير 14. ومنها اكدوا لنا ان المباراه هتكون يوم 14. ادي اش داتاش فيفا اد 12 اتي 20. يعني التوقف الفيفا الرسمي من 12 لحد يوم 20. يو دي اس سوجستيون با نوش جارمز 15 16 17 18 19 20. انا اعطيت يعني الحلول، قلت ممكن نلعب يوم 15. نونكا 14. او 17 ولكن بلاش يوم 14. اي مايش كوم ايكيبا
كستانا ليغا دي كامبيونز افريكانا. علاوه على كده بقى ان احنا عندنا كمان فريق بينافس في بطوله جوغا 11 افريقيا. يك بود غانيار بود بردير. الفريق هيلعب يوم 12. اوبريجامز جوغادورز اشجار. بسات ستنتد من ستنتد وزارس. الفريق هيلعب يوم 11، ممكن يفوز او ممكن يخسر. مش سايمنت. بدون اي سبب ان احنا ايه اللي خلينا نلعب بعديه على طول ب 72 ساعه. نون ستفندو فوتبول، نون ستفندو جوغادورز. هنا انت كده لا بتحمي كره القدم ولا بتحمي اللاعبين. كونت بوديا مونت فاسيلمنت بشار يا شوك ماش بافرنت. وقت ما كان في الامكانيه انك انت تقدر بس تنقل المباراه لقدام شويه. مشابي وكيك نوش ديزاين. اه تين كونفرسار كو غينيا تين كس انتندير. نون تيمز نادا كو نس انتندير. كان تينك ماركار يا كاف. نو اي اسيتابل كس جوك سيجا 14. الرد بتاعهم قالوا لنا خلاص انتوا اتكلموا مع غينيا وحاولوا تتفاهموا مع بعض. بس ما ينفعش ان احنا نتفاهم مع غينيا، المفروض يكون القرار نازل من الكاف. يا اونيكا كيف جارا 14 كون تي اون جوغا 11 باليغا دي كامبيونز. وقت ما يكون برضه عندها فريق بيلعب يوم 11 في ايشتانو سايت بطوله افريقيا. ويجيت نون بود اسيتار اي بارا دفيزا دو جوغادورز اي بارا دفيزا دو فوتبول ايش نون دفيا اكونسير. فبصراحه مصر لن يجب ان تقبل هذا، وخاصه من اجل حمايه اللاعبين ومن اجل حمايه كره القدم المصريه. هو الراجل جاي لسه افريقيا جديد، فالراجل هيطلع من هدومه يعني. مرحبا بك في الماما افريكا مستر فيتوريا، ولسه هتشوف العجب العجاب ده، انت لسه بتسخن يعني. هو طبعا راجل بكام في نقطه شبه محسومه يعني، هو اتحاد واحد في نفس اللجنه المنظمه لبطوله او تصفيات بطوله امم افريقيا، ونفس اللجنه المنظمه لبطوله الشامبيونز ليج، والاثنين يمكن يكونوا اهم حاجتين بيعملهم الاتحاد الافريقي دلوقتي. مفيش حاجه اهم من بطوله الشامبيونز ليج، مفيش حاجه اهم من تصفيات امم افريقيا. ورغم كده التعارض في المواعيد حاجه تجنن بصراحه يعني. ازاي لعيبه الاهلي اساسا تبقى بتلعب نهائي دوري الابطال يوم 11 في المغرب مع الوداد، عارفين يعني ايه مباراه بحجم نهائي دوري الابطال، مباراه تتويج ان شاء الله، وتصحى يوم 12 عندها تمرين، ويوم 13 عندها تمرين عشان تلعب يوم 14 ماتش مع غينيا. ليه والاجنده تسمح بانه يبقى فيه مرونه في يعني اختيار المواعيد؟ لكن في جميع الاحوال هو كده، انت دايما بتتحط قدام الامر الواقع، ودايما عليك انك انت تستجيب. اي تعليق على يعني احمد كان بيقول انه الراجل على فكره هم البرتغاليين كده يعني تون صوتهم او طريقتهم في الكلام يبان ان هم متنرفزين، بس هو مش متنرفز. بس انا بقول لك يا مصطفى الراجل ده هيطلع من هدومه خلاص. شفته في الاخر راح ضارب على ازاي. الحمد لله ان هو ما كانش معانا وقت ما كانت لعيبه النادي الاهلي بتشارك مع منتخب مصر في بطوله كاس الامم، وكان عندنا ماتش في كاس العالم للانديه. كان ممكن يجرى له حاجه، يجي له جلطه ولا حاجه. على كل الاحوال نتمنى له التوفيق. في النهايه الحسبه مش حسبه معقده، وقدرات منتخب مصر حتى في مواجهه غينيا منتخب محترم على فكره، منتخب محترم جدا ولعيبة كرة على أعلى مستوى وأرهقونا. أنا فاكر كويس قوي مباراة القاهرة هنا، يعني إحنا كسبناهم 1-0 بشق الأنفس يعني. لكن في النهاية بإذن الله التأهل للبطولة مضمون، وخصوصا إنه هيبقى فاضل لنا ماتش بعد كده مع إثيوبيا. بس الأهم إنه يبقى في استمرار لمسيرة العروض القوية اللي قدمها منتخب مصر مع لوي فيتوريا عشان ما نتعطلش. صح ولا ايه يا ابو حميد؟ صح طبعا. شايف ان شاء الله يعني لعيبه منتخب مصر يعني على قد المسؤوليه، وفي اعتقد في بدائل يعني، القائمه كلها مليانه لعيبه كويسه ولعيبه كلها عندها خبرات، فاعتقد مش هيبقى في مشكله يعني ان شاء الله. والمباراه صعبه بس اعتقد ان منتخب مصر قادر يعني. هاجل ملف السيتي والانتر للنهايه ونروح لملفنا الاهم الاهلي والوداد. ازاي شفت احمد وسريعا عشان عايزين نتكلم في الماتش اللي جاي اكتر، وعايزين نروح التمرينه كمان مع متابعي السادسه، ازاي شفت مباراه الذهاب؟ اهم الاجابات اللي شفتها فيها واهم السلبيات من وجهه نظرك. اهم الاجابات طبعا النادي الاهلي كان مستحوذ على المباراه طول تقريبا 90 دقيقه، والنادي الاهلي كان ضاغط فريق الوداد المغربي، ومستر كولر كان احلى حاجه انا شايف ان هو كان عملها، ان هو كان بادئ المباراه بضغط كبير جدا على فريق الوداد، ان هو كان عارف اعتقد ان الوداد المغربي هيقابل النادي الاهلي من نص ملعبه. فكان الضغط الكبير طبعا، يعني ما نقولش ان على فكره الناس برده بتتكلم في ان الوداد المغربي ان احنا لازم نكسبه بسكور، لا الموضوع مش كده خالص. لا بالعكس، النادي الاهلي بيقابل فريق او منافس قوي جدا، خرج منافس قوي جدا صن داونز، فاعتقد النادي الاهلي قدم شوط اول مميز جدا، اصفر عن الهدف. شايف ان حسين الشحات يعني بغض النظر انه عمل هدفين، انك حسين الشحات بيمر زي ما انت قلت طبعا، بس انا بين قوسين هقول لك ان جمهور الاهلي شايف انه الاهلي انه نتيجه اللقاء لا تعكس سير اللقاء او لا تعكس احداث اللقاء، والهدف توقيته كمان. انا معاك طبعا يعني. بص، هو المكسب في حد ذاته مهم جدا، انك انت تكسب. انت كم فاينل كسبته او كم بطوله من العشرة اللي انت خدتهم كنت محقق نتيجه سلبيه او كنت بتحقق تعادل هنا؟ ومع الوداد على فكره دايما دايما بنقابل الوداد في النهائيات ما بنكسبش مباراه الذهاب على فكره. يعني دايما حتى التاريخ مع دايما مباراه الوداد اغلبها بتبقى تعادل. فاحنا على فكره
كان نتيجه اعتقد ان هي نتيجه برضو مرضية. ايجابيه ومرضيه طبعا. اكيد 2-0 غير 2-1 لكن نتيجه مرضيه. طيب خليني ياخد من احمد الايجابيات واروح لبلال في السلبيات. اهم السلبيات اللي شفتها في اداء الاهلي في مباراه الذهاب، يعني يمكن ابرز السلبيات طبعا هو تلقي مرماك هدف على ارضك، خاصه انك بتخوض المنافسات في ظل قاعده ما بقتش موجوده في العالم كله وهي قاعده الهدف خارج الارض بهدفين. نتمنى بقى ان هي تتلغي، يعني بصراحه الموضوع بقى اوفر قوي. يعني انت يوما ما احتجتها حتى مع منتخب مصر في مباراه الجزائر قال لك ده احنا موقفينها تقريبا، كانوا معطلينها يعني حتى احنا كمصريين يوما ما احتجناها ما استفدناش منها. فمش منطقي يعني على الاقل خروج فريق زي صن داونز من البطوله بدون ولا هزيمه لمجرد ان الهدف خارج الارض بهدفين. فريق اتحاد العاصمه بيتوج باللقب رغم ان يانج افريكانز مسجل هدفين زيه زي اتحاد الجزائر فالموضوع الهدف خارج الارض بهدفين بجد نتمنى ان هو يتلغي. تلقي المرمى هدف، في حاجات بقى نشرحها طبعا. يعني من السلبيات ان احنا حذرنا هنا في الحلقه قبل المباراه ان قلنا ان الباصات اللي بنعملها من منطقه جزائنا واحنا بنخرج بالكوره كانت سبب في خسارتنا للقب الموسم الماضي بالهدفين بتوع زهير المترجي. للاسف كررناها في مباراه الذهاب، ولكن ان شاء الله الهدف ده يكون دافع وحافز للاعيبه النادي الاهلي ان هي ما تطمنش زياده للنتيجه وتروح هناك بحوافز ودوافع اضافيه. أنا النقطة دي تعجبني جدا، فكرة إنك أنت تروح مطمن دي مقلقة في حد ذاتها، و2-0 إلى حد كبير مكسب مطمئن، فبالتالي بالزبط. أنت رايح وأنت عارف إنه كل احتمالات واردة ومطلوب منك تأدي أفضل ما عندك. الحاجة الوحيدة اللي تضمن للأهلي التتويج هو إنه الأهلي يقدم أفضل ما عنده، وأنا شخصياً أراهن على إنه الأهلي لو قدم أفضل ما عنده إنه يقدر يكسب الوداد هناك مرة تانية أو يكرر فوزه على الوداد مرة تانية. طيب تسمحوا لنا نروح للتمرين؟ نروح نعرف طبعا امبارح كانت راحة والنهارده اول تمرين للاهلي بعد يعني راحة لمدة 24 ساعة. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، دي لقطات طبعا من التمرين النهارده. عبد المنعم، ياسر، مين بيرفع اثقال؟ شريف. باين من عندكم. ايه المطلوب بالمناسبة؟ يعني شايفين الشغل اكتر طبعا البدني والفني ده ما فيش منه شك، واعتقد انه مستر هم جاهزين كمان لعبة زي جاهزة بدنيا. لكن الناحية المعنوية والنفسية شايفينها ازاي، خصوصا انك انت من اصعب الماتشات الحقيقة اللي بتلعبها خارج الارض في افريقيا هي الماتشات اللي بتتلعب في المغرب. طب اسمحوا لي اخد محمد توفيق نعرف الاخبار منه ونرجع مرة تانية. يا محمد مساء الخير. مش جاهز؟ طيب سمير تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو وكل جمهور النادي في كل مكان. خليني اطمن منك عوده للتدريبات 4 ايام قبل المواجهه الفاصله والحاسمه في حسم لقب افريقيا، ازاي شايف عوده اللاعبين النهارده وهل شفت او لاحظت اختلاف في شكل ونوع تدريب الاهلي النهارده؟ يعني في البداية يا أحمد زي ما أنت قلت 4 أيام فارقة جدا في مشوار البطولة وأربع أيام قبل 90 دقيقة أو الشوط الثاني من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والوداد. الفريق زي ما أنت عارف خد أجازة بس بالأمس، وبعدين من النهاردة على طول تدريب قوي جدا شارك فيه كل اللاعبين. كان طبعا التدريب الأول اللي كان أول امبارح بعد المباراة مباشرة كان مجرد بس استشفاء للمجموعة الأساسية لعبت المباراة، وباقي اللاعبين خدوا مباراة قوي جدا النهاردة. كل اللاعبين خدوا نفس الجرعة التدريبية. يمكن طبعا ابرز ملامح التدريب النهارده محمد الشناوي، علي لطفي بيشاركوا بشكل تام جدا في التمرينات وبكل قوه. كمان يمكن النهارده ظهور بقى يعني اكرم توفيق وكريم فؤاد، طبعا هم بيأدوا برنامجهم الاستشفاء والعلاج، ولكن طبعا كانوا حريصين على مؤازره زملائهم والتواجد في التدريبات. يمكن طبعا دار حوار ما بينهم وبين مستر مارسيل كولر، واعتقد ان ممكن يكون في اتجاه ان هم كمان يسافروا مع الفريق لمجرد بس وجودهم في المباراه النهائيه، ولكن طبعا هم خارج يعني حسابات بشكل تام جدا طبعا من الناحيه الطبيه والناحيه الفنيه، ولكن طبعا من الناحيه المعنويه اعتقد ان هم هيكون لهم دور كبير جدا مع زملائهم، وان شاء الله كمان يعني يتوجوا مع باقي زملائهم باذن الله بالميداليه الذهبيه يا احمد باذن الله رب العالمين. يمكن زي ما شفت في اللقطات اللي وصلتك تدريب قوي جدا النهارده خاضوا الفريق بالكامل. يمكن كان قبل التمرين طبعا كالعاده محاضره بالفيديو في قاعه المحاضرات هنا في مدرج مختار التتش بالجزيره، من بعدها على طول التدريب الجزء البدني، كمان يمكن الجزء بعد كده الفني والتدريبات بالكره، وحالا دلوقتي وانا معاك على الهواء بيجرى اخر فقرات المران وهي التقسيمه اللي بيشارك فيها جميع اللاعبين. ان شاء الله باذن الله يكون موفق الجهاز الفني في الحاجات اللي بحفظها اللاعبين، وكمان اللاعبين يكونوا موفقين على ارضيه الملعب في تنفيذها. يمكن ان شاء الله بعد مران اليوم هيكون في مران اخير صباح باذن الله غدا الخميس في 11 صباحا، ومن بعدها باذن الله رب العالمين توجه لمطار القاهره
لاستقلال الطائره الخاصه اللي هتقل الفريق للدار البيضاء لمواجهه الوداد باذن الله مساء الاحد المقبل ان شاء الله رب العالمين. يمكن كمان النهارده الصبح كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لفريق النادي الاهلي وكابتن سمير عادل المدير الاداري يمكن سبقوا الفريق للمغرب على طائره الثامنه صباحا ان شاء الله طبعا لانهاء كافه الاجراءات الترتيبيه سواء ملعب التدريب او فندق الاقامه وكافه الامور الاداريه ان شاء الله علشان تكون على خير ما يرام ويوفروا كل سبل الله للفريق باذن الله رب العالمين. يمكن الدار البيضاء يا احمد مش غريبه على فريق النادي الاهلي، يمكن فريق النادي الاهلي سافر يعني منذ اسابيع قليله لمواجهه الرجاء، وكمان السنه اللي فاتت كمان الفريق سافر مرتين، مره لمواجهه الرجاء بنفس الظروف الفوز في القاهره 2-1، ويمكن ربنا وفقنا وحققنا التعادل في دور الثمانيه وصعدنا للدور التالي، وكمان السنه دي واجهنا الرجاء، وكمان من برضو من قبلها كانت مواجهه الوداد. فاعتقد الدار البيضاء سواء ملعب التدريب او فندق الاقامه مش يعني غرباء على النادي الاهلي، وان شاء الله يكون كل يعني سبل الراحه متوفره للفريق. طبعا تحفيز شفناه على مدار الايام اللي فاتت للفريق سواء من كابتن محمود الخطيب والجلسه اللي جمعته طبعا في مران اول امس باللاعبين، وكمان مرافقته للبعثه موجود. يمكن كمان دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي سافر النهارده مع كابتن حفيظ برضو سابق البعثه. طبعا رئاسه البعثه يعني كابتن حسام غالب قيمته الكبيره كابتن فريق النادي الاهلي كمان في بطوله صعبه جدا يا احمد، اعتقد ده حاجه مهمه جدا ان كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي في 2012 بنفس الظروف الحاليه، انت كنت متعادل كمان مش بس كسبان، كنت متعادل مع الترجي هنا في استاد برج العرب 1-1، قدرت تروح وتكسب الترجي في رادس 2-1 وتتوج بالبطوله. اعتقد ان دي تجارب يعني لما لعيب بيتكلم عن تجربه حيه وكانت كمان تجربه قريبه، اعتقد ده بيلاقي صدى عند اللاعبين وحافز، وقيمه النادي الاهلي دايما حاضره، وان شاء الله ده يكون حافز للاعبين نعمل اللي علينا التوفيق بتاع ربنا، وان شاء الله يتبقى 90 دقيقه يكون معنا التوفيق، وباذن الله الفريق يرجع صباح الاثنين باذن الله معاه بطوله افريقيا والاميره ال11 باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي من الزميل محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره ومن داخل ملعب التتش. نقلنا لكم لقطات من عوده الفريق للتدريبات مره ثانيه، كل التوفيق. بنتكلم على اهم 4 ايام في الموسم واهم مباراه في الموسم، مفيش فتره من الفترات ممكن يعني تكون اهم من ال4 ايام اللي جايين دول، ولا اهم مباراه الوداد. وخليني ازود على كلام محمد، هو قال ان احنا رحنا، انا بتهيالي ان احنا رحنا لعبنا الفرقه المغربيه كتير، لا احنا اكتر دوله لعبت فيها الفرقه دي في ال4 سنين اللي صالوا وجالوا فيها في افريقيا هي المغرب، احنا ما لعبناش في اي دوله ثانيه اكتر من المغرب، بما فيهم طبعا مشاركتنا في كاس العالم لعبنا فيهم 4 ماتشات، ولعبنا مع الوداد في ال9 ولعبنا مع الرجاء في ال10 ولعبنا مع الرجاء السنه دي تاني وبنلعب مع الوداد تاني. ف نهضه بركان خدنا من بركانكم، بس نهضه بركان كان في الفرقه المغربيه طبعا واجهنا فرقه مغربيه، لكن اقصد اقول اجواء البعثه في المغرب ما هياش غريبه، اللعيبه دي راحت وجات المغرب يعني ولعبت في كل حته، في طنجه شويه، في الدار البيضاء شويه، في يعني متعودين على الاجواء، مفيش رهبه انك انت بتلعب في حته جديده عليك او غريبه عليك. طيب تحبوا نروح للي جاي؟ لانه اللي جاي هو الاهم طبعا، واكيد في دروس مستفاده بالنسبه للوداد وبالنسبه لمستر مارسيل كولر. هل تتوقع انتوا الاثنين، السؤال ليكم انتوا، هل تتوقعوا انه شكل مباراه العوده هيكون شبه سيناريو مباراه الذهاب، ولا السيناريو قد يكون مختلف 180 درجه ويكون يعني العكس تماما؟ احمد اتوقع نفس السيناريو بالظبط، الوداد المغربي دي طريقه لعبه مش هيغيرها خالص، هو هيبدا بس خدلك الدوافع تختلف، الدوافع تختلف، هو اللي محتاج اكتر ما انت محتاج بالفعل، هو هيغير افراد يعني هي الطريقه مش هتتغير 4-3-3 هي طريقته المعتاده، لكن في القاهره كان بيلعب تحت الكوره وكان بيستنى النادي الاهلي، لكن الطريقه اللي هو نهى بيها المباراه اعتقد اللي هي بدخول هو اللي هيبدا اوناج بدخول اوناج. طبعا انا كنت بتكلم معاك ان اوناج زي من اهم اللعيبه، وهو مريح اوناج لان هو كان عارف ان هو لو بدا باوناج في طبعا في استاد القاهره في مباراه الذهاب اعتقد كان يبقى الموضوع بالنسبه له النادي الاهلي كان هيبقى اسهل له واريح له، لان نجم ما بيدافعش كان عنده كمان انذارين فكان خايف بالظبط، خايف يخسرها في مباراه العوده، فاعتقد ان هو مش هيهاجم النادي الاهلي بدايه اللقاء، انا وجهه نظري كده ان هو هينزل برده عارف النادي الاهلي بقوه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي مستر كولر ودي انا مراهن عليها ومراهن النادي الاهلي هيكسب نادي الوداد المغربي في كازابلانكا، انا مراهن ان شاء الله باذن الله، لان انا مستر كولر مدرب جريء جدا وهيقدر ينزل مباراه مش هيعمل حساب او هيبدا يجس رب، لا هو هيبدا يهاجم الوداد المغربي من بدايه اللقاء بطريقته المعتاده 4-3-3، اعتقد دي هتبقى مهمه جدا، لان انا بشوف النادي الاهلي لو بدا المباراه معتمدا على نتيجه مباراه الذهاب دي اعتقد هتبقى مشكله كبيره مخاطره كبيره طبعا. طيب رسميا اللي قلنا عليه في البدايه انه ميسي لا في البارسا ولا في الهلال، ميسي في الدوري الامريكي وتحديدا في
انتر ميامي، وان كان عندي كده معلومه من يعني انا كنت كلمتكم من حوالي اسبوع 10 ايام في سيناريو انها منوره للانتقال او للعوده للبرسا عن طريق الاعاره، لكن الكلام ده انتفى لانه اخر الاخبار لسه جدت في اسبانيا انه الليجا وافقت لبرشلونه على المخططات الماليه بتاعته اللي تسمح له بان هو يجيب ليو ميسي، فما كانش فيه ما يدعو للجوء للمناوره. النهارده بيعلن رسميا انه ميسي في انتر ميامي ومش في الدوري السعودي. طب ما احنا كده مش هنتفرج عليه، يعني احنا كنا في السعوديه مثلا كان مع بنزيما ورونالدو بنزيما كلهم في حته واحده بقى بالظبط، انما والدوريات الاوروبيه وعندنا المتابعات المحليه اعتقد ان هو اختيار بالنسبه لي اختيار غريب يعني هو لانه يعني هو يا البارسا يا الهلال بالظبط يعني انت لو بتبحث عن الشغف والعوده للنادي بقى اللي هو برشلونه بالظبط صاحب الفضل عليك يبقى برشلونه، لو انت بتبحث عن المال فاكيد الهلال السعودي خاصه مع استقطاب الكبير للنجوم، يعني هيبقى في منافسات مع رونالدو في النصر مع بنزيما في الاتحاد، ما فاختيار على خطى جونزالو هيجوين بقى لما راح برضو انتر ميامي ومحدش حس بيه اونري وديفيد بيكهام محدش حس بيهم يعني وين روني بيتهيألي برضو راح شويه امريكا ونظام الدوري كمان فيه. هناك نظام الدوري هناك كمان يعني مجموعات ونظام غريب ممل شويه مش عارف مش عارفين المتابعات عليه والترافيك عليه التفاعل عليه مش احسن حاجه فنقدر نقول بقى ميسي ايه اعتزل بقى. طيب نرجع تاني لقصه الاهلي والسيناريو يعني انا بتوقع سيناريو مشابه لسيناريو مباراة الأهلي والوداد الموسم الماضي. الوداد المغربي هيضغط منذ بداية اللقاء مستغلا الدفعة الكبيرة جدا اللي دايما بيحصل عليها فريق الوداد من الحضور الجماهيري الكبير واللي يمكن بيختلف شوية عن أي جمهور لأن هناك بيسمح ليهم طبعا بالشماريخ بيسمح ليهم بالتيفو والدخلات والكلام كل دوت بيشعل حماس اللعيبة بطريقة كبيرة جدا، يعني الجمهور هناك تحس إن هو بيعيشهم اجواء الكوره شويه بيحمسهم بزياده جمهور كوره بالظبط الله عايز اقولها جمهور كوره بالظبط فدوت هياثر هو انا لو قلت للناس انه الماتشات دي تحتاج جمهور كوره تحتاج جمهور كوره اكتر الناس تزعل لا يعني انا مش ضد طبعا انه الناس كلها تروح للاستاد وبالعكس الصوره بتبقى حلوه والولاد صغيرين والسيدات والانسات وكل حاجه بس الماتشات دي يعني ماتش نهائي دوري ابطال ممكن ده يحصل في ماتش المجموعات يحصل في ماتش دور لكن في نهائي دوري ابطال ال 50,000 لازم يبقوا كلهم جمهور لازم يبقى صوتهم اعلى من 2,000 دي النقطه يعني يمكن لو نفتكر محدش يزعل مني يعني احنا بنتكلم في حاجه وكان مصلحه الاهلي يعني انا مش هتضرر في شيء من ان ده يروح او ده ما يروحش لكن انا بقول انه اللي يخدمنا في الحاجات دي هو اللي نراهن عليه فعشان كده بقول انه الماتشات دي بتاعه جمهور كوره بالظبط لو نفتكر سيناريو مباراه الذهاب في الموسم الماضي لو نفتكر الكوره طبعا كوره مبينزل خطيره جدا اللي كانت في العارضه بعدها على طول تصويبه زهير المترجي هم هيعتمدوا ان هم يضغطوك بصوره كبيره جدا مستفيدين من الحماس والدافع الجماهيري على فكره الجماهيري. الماتش اللي فات ما يعني مفيش خطوره مش خطوره اخطاء كده. يعني اخطاء بس ادت وصلوا بس يعني هي صن داونز نفس الكلام وصل ما هو ريال مدريد كسبك يعني مكسب بالزبط. يعني انا ما حسيتش لو كلمت كوره في الماتش مفيش كوره ما كانش فيه يعني ريال مدريد والاهلي ما هو احنا لما هنيجي بقى للحالات وهنيجي نتكلم هنشوف اصلا ان الوداد ما وصلش ولا مره المرمى النادي الاهلي عن طريق هجمه منظمه مش كده ممكن فاحنا بنتكلم ما هو ده بقولك انت حرمت ما هو انت بقى هو برضو المنافس لما يراهن على او يجيد عمليه استغلال الاخطاء ده تخاف منه طبعا تخاف منه لانه هو كل مره استغل فيها الاخطاء هدد حتى مرمى الهدف اللي عندنا هنا خطورة. خطا استغلال خطا كره الكره اللي انقذها مصطفى شوبير بن حيي طبعا يعني انت اغلب الفرص اللي انت عملتها على الوداد كلها هجمات منظمه كلها هجمات منظمه فيها تكتيك وفيها تحركات بالظبط هنستعرض كل دوت ولكن الوداد اخطر حاجه فيه انه بيجيد استغلال الاخطاء وبيلعب على كده بالمناسبه تمام طيب مين مسلم حالاته الاول نبدا بحالات ماشي الوداد لو نتكلم عن حالات الوداد نبدا بالوداد ماشي يلا اللي جاهز معانا طب انتوا جهزوا لنا الحالات اللي او يعني نزلوا لنا الحالات اللي جاهزه عندكم انا سلمت الاول على حسب خلاص على حسب مين اللي سلم ورقه الكنترول الاول طيب جهزوا لنا الحالات والحالات اللي هتنزل دي الحالات اللي انا جايبها النهارده دي كره الهدف الاول للوداد احنا بنتكلم هنا عن المواقف الدفاعيه وانا ركزت اكتر على المواقف الدفاعيه لان ده احنا هنكون زي ما كنا لسه بنتكلم هنكون مطالبين هناك بعدم ارتكاب اخطاء دي كره علي معلول اللي هيشتتها بالمناسبه يعني الكره هنا علي معلول هيلف يشتتها ايوه بص بقى بص زي مين موجود اليو ديانج ومروان عطيه كان يقدر معلول من لمسه واحده يعملها لديانج او لمروان او في الناحيه الفاضيه البعيده ناحيه الرايت باك اللي هي ناحيه محمد هاني حتى لو طلعت ولكن طبعا علي معلول لعبها على المغمض بالمناسبه بص الكره ارتدت
لو شفنا بقى الانتشار او التواجد، وده اللي احنا لازم نحذر منه، احنا جايبين الحالات دي عشان نحذر من السيناريو اللي هيكون عليه مباراه الاياب، انتشار لعيب النادي الاهلي 4 لعيبه فقط داخل منطقه الجزاء في هجمه خطيره جدا للوداد اسفرت عن هدف. يمكن بص هنشوف من لاعبي خط الوسط فقط لاعب واحد هو اليو ديانج اللي هيدخل بعديها في الكوره بعد كده، وباقي هو ويمكن حمدي فتحي كمان، انا كنت بشوف ان حمدي يقف ما يقابلش. فدي كوره، دي حاله الهدف الواحد، دي كوره العارضه، دي كوره العارضه، دي تاني اخطر لعبه، وهي ولعبه الانفراد اللي اتصدى ليه مصطفى شوبير. بص برده نفس الكلام، محمد عبد المنعم وعلي معلول واقفين على خط منطقه الجزاء هناك عند الرايت باك بتاع الوداد المغربي. انتشار لاعبي النادي الاهلي رغم كثافتهم وتفوقهم العددي على لاعبي الوداد للاسف تمركز خاطئ. يعني بص هنجد ان اليو ديانج ومروان عطيه وياسر ابراهيم ومحمد هاني واقفين بشكل يعني شبه واقفين على خط واحد مشطور، وسايبين لعيبه الوداد سواء سامبو اللي يعتبر ياسر ماسك صح لانه هو واخد المهاجم هنا، يحيى عطيه الله المفروض يبقى معاه بيرسي تاو في الكره دي، لان ده الباك ليفت، دايما الباك ليفت بيبقى مع الهاف رايت. فدي كره خطيره جدا، وده يقول لك ان لازم الاطراف ترجع وتقدم الدعم والمساعده. دي كره الهدف الاول للنادي الاهلي، نستعرضها سريعا. بص حسين الشحات خرج فين وساب مركزه لعلي معلول اللي راح ناحيه علي معلول كمل، وبص حسين نزل فين هيعمل الوان. الكره بقى اللي بعدها اهو هيعمل الوان مع حمدي، بص حمدي على طول هيديله التو في ظهر الدفاع، حسين ضرب الدفاع هنا في الكره دي، ويمكن الكره تولد بعدها شويه لحقها حسين الشحات وحياها وعمل وحيا الكره بهدوء وذكاء. يعني اي حد مكانه في 10 لعيبه مكانه هيرجعوا الكره دي لعلي معلول بالظبط. فدي دي صوره او شكل من الاشكال اللي النادي الاهلي استخدمها. دي يمكن بقى الكره اللي احنا قلنا عليها تاني اخطر كره بعد كره يحيى عطيه الله اللي جت في العارضه، وده كانت ضربه ثابته اتلعبت. بص حضرتك هنا يا استاذ احمد، مفيش حد خالص منتهى مع الراجل. بالظبط. بص علي معلول هو اقرب، يعني الراجل ده المفترض ان هو مع علي معلول. بص علي معلول هنا فين؟ أيه. بعيد خالص عن المكان اللي هو مفترض. على الرغم من انك انت سيطرت واستحوذت، ولكن هم وسبت يعني سبت الوداد تقريبا في نص ملعبه على مدار اغلب اوقات المباراه، الا ان الوداد وصل بثلاث فرص مؤكده كلهم من اخطاء، يعني كلهم من اخطاء كره الهدف. كانت الكره مع النادي الاهلي والباص الخطا. أيوة. الكره دي كانت ضربه ثابته. الكره دي كانت ضربه ثابته والتمركز الخاطئ وصلهم. كره يحيى عطيه الله التمركز الخاطئ. هنكمل دي الكره اهي. بص بعدها على طول الحاله شوبير الحقيقه اتعامل مع الكره دي انقاذ تاريخي زي انقاذ ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين في كاس العالم. يعني نفس الانقاذ بالظبط. بص علي معلول فين برده لحد دلوقتي؟ لسه اقرب واحد رايح للراجل هو مروان عطيه ايمن الحسوني. علي معلول بقى ده اللي احنا بنشد على علي وبنقول له انت لعيب كبير، انت كل الناس بتثق فيك، مباراه ملعب محمد الخامس هتبقى مباراتك ان شاء الله، خاصه انه عمل جيم دفاعي كبير جدا امام الرجاء المغربي علي معلول بالمناسبه. فنتمنى ان علي يهتم شويه بمباراه العوده على حساب الجانب الهجومي. اخر حاله عشان نستعرض مع احمد بعد كده حالات الوداد، يمكن دي الحاله دي اختراق كان تم، كهربا سقط تاو. كهربا سقط كهاف مكان بيرسي تاو، وتحرك بيرسي تاو في ظهر ارسن زولا وعمل له كهرباء التمريره. وبص المساحات عندنا، بص صح يمكن لو شفنا المساحه وده اللي نقدر نلعب عليه واتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، ان مساحات شاسعه، لان لعيبه الوداد لعيبه كوره كلهم الحسوني وجبران صحيح. في الكوره بتاعت الهاندبول بتاعت يحيى عطيه الله دي انت تروح انت الفرقه كلها من رغم اللي كان لسه بدري جدا في منطقه جزاء الاهلي ولونج باس كان موصل بيرسي تاو وحسين الشحات انفراد. دي اخر حاله معانا للنادي الاهلي. ده كوره حسين الشحات والهدف الثاني، نفس الكلام اهو. المساحات اللي اتكلمنا عنها ان المساحات في خط ظهر الوداد بتبقى مساحات كبيره جدا تقدر تستغلها، زي ما استغلها الشحات في كره الهدف الاول استغلها مره اخرى الشحات، واستغل التمريره الطوليه المميزه من محمد هاني وقدر هنا هنا لازم اشيد بقرار كهربا كان بيجري طبعا مع اللعيبه على الجول لجوه، سابهم يكملوا هو بالزبط. وهنا قطع هو بالعرض والرؤيه بتاعت حسين الشحات كمان ان هو رفع عينه وعمل الباص لتحت مميز جدا انهاء كهربا. فدي صحيح. حالات دفاعيه نهتم بيها في مباراه الرجاء، وحالات هجوميه قدرنا بالفعل ان احنا نستغلها فنتمنى نكررها في مباراه العوده ان شاء الله. تمام. وان كان في بعض التويكس كده، في بعض التريكات اللي بالتاكيد مش هتبقى مشابهه للقاهره هنا، بس خلينا نبني حساباتنا عليها وهرجع لكم فيها بس بعد ما استعرض حالات احمد مصطفى. تمام. دي طبعا هم بيلعبوا دي طريقه اللعب 4-3-3. اعتقد ان نجمه هيبدا اللقاء العوده
طبعا ده اكيد هو كان محتفظ بيه زي ما بلال قال ان هو كان عنده انذارين، واعتقد هو كان راسم سيناريو محتاجه في وقت معين في مباراه الذهاب. وبالفعل الوقت اللي نجم نزل فيه لمده 10 دقائق اصفر عن الجمله اللي هو كان بيلعب عليها من يعني من راسمها السيناريو بالنسبه له. نخش على الحالات بقى دي، طبعا الثغرات او نقط ضعف في فريق الوداد المغربي. حتى بلال لسه متكلم عنها دلوقتي، المساحات الكبيره جدا اللي ورا الاطراف. بص هنا ده محمد هاني في الهدف الثاني، لعب الكره ورا الباك رايت وورا الخط الخلفي لفريق الوداد، كلهم بيبصوا على الكره، واللقطه دي هتتكرر لفريق الوداد المغربي اكتر من مره. عندهم مشكله في سوء التمركز، وان هم دايما عندهم حاله توهان. طيب فدي مشكله كبيره جدا ولازم نستغلها. طيب انا بس عشان انتوا دايما بتقولوا انه هيبقى في اندفاع من الوداد، خد بالك برضو من فوارق عشان الناس بتقارن بين ماتش الاهلي والوداد السنه اللي فاتت وماتش الاهلي والوداد اللي هيتلعب يوم الاحد. انت رحت هناك وهو عارف ان هو بيستقبلك على ارضه، وان المباراه عمرها 90 دقيقه هيلعبها على الملعب ده وسط جمهوره اللي موجود في الملعب، فهو عنده افضليه عليك طول 90 دقيقه. مفيش حاجه تدفعه او تجبره انه يفتح خطوط او انه يضغط عليك في نص ملعبك بكثافه او انه ياخد اي مخاطره من اي نوع. لكن المره دي هو لازم يخاطر، المره دي هو عنده حاجه تجبره على انه يلعب على الاهلي في نص ملعبه، لانه ال 90 دقيقه لو خلصوا زي ما ابتدوا هم في مصلحتهم. والاهلي وهو يعلم تماما ده، الاهلي في اي لحظه يقدر يجيب قادر انه يسجل هدف. يعني حتى لو تقدم الوداد بهدف هو عارفين كويس قوي انه الاهلي مش هيسكت، وعارفين انه الاهلي في اي لحظه حتى في بلس 90 ممكن يخلص هدف ينهي على اماله، فبالتالي هو محتاج يهجم ويجيب واحد والتاني عشان يامن نفسه لو استقبل هدف من الاهداف. السيناريو ده انا شايفه يقدمنا طريقه التفكير دي لو احنا حطينا الخطه او التكتيك اللي نتعامل فيها مع طريقه تفكير الوداد وفاندن بروك بيها، اعتقد انها هتخدمنا احنا بشكل كبير جدا، وهتبان بقى اهميه المساحات اللي احمد كان بيتكلم عليها دي. صح احمد، انا اتفق معاك طبعا ان فريق الوداد المغربي هيبقى مضطر فعلا زي ما انت قلت في جزء من المباراه ان هو يهاجم، لكن هو برده لو زي ما انت قلت برده في موازنه، اللي هو لو هاجم الاهلي اعتقد النادي الاهلي يعني هيعمل فيه زي ما عمل في الترجي التونسي بالظبط. نادي الترجي التونسي نزل المباراه طبعا برضو، على فكره الترجي التونسي مش فريق يعني في قبل المباراه محدش كان يتوقع ان الاهلي يكسب 3 مظبوط، لكن حصل للنادي الاهلي كان مذاكر فريق الترجي التونسي، وهم برضو اندفعوا لان هم كانوا عايزين ايه برضو ايه يبداوا بافضليه اكتر. نكمل بقيه الحالات، يلا نكمل بقيه الحالات. ده طبعا الهدف الثاني تحرك مميز جدا، ودي اهم ميزه في محمود كهربا ان هو بيعرف يتحرك داخل منطقه الجزاء. هنا ده برضو الهدف الاول، الهدف أيه. الاول طبعا حسين الشحات يبين قد ايه الكواليتي بتاع حسين الشحات ان هو قدر هم برضو عندهم سوء التمركز رهيب. بص 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 الثلاث مساكين يعني اللي واقفين اتنين على الشحات اتنين على الشحات اتنين ضاغطين محدش فيهم ضغط عليه وفاتحين له زاويه التمرير. لا وحاجه ثانيه يعني بغض النظر عن الاثنين دول، هنقول مثلا حسين الشحات لعيب مهاري، بص الثلاثه التانيين كلهم باصين لحسين الشحات. هو في جوه الصندوق بعد الاثنين اللي على الشحات في اربعه لعيبه على اثنين من الاهلي، لعيبه الاهلي ما حدش مسكها. مش حد ده بيرسي توقف لوحده خالص وهيتحرك لقدام وبيشاور لحسين. ايوه وحسين بقى طبعا ذكاء حسين الشحات وطبعا وطبعا السنس بتاعه ان هو يلعب الكوره بالمقاس طبعا وتمركز يوسف مطيع من هنا برده مش كان سايب في الهدفين أيوة. نفس الكره بالظبط. بص لعيبه يعني لو كملنا بص ده باص في ماتش مباراه سان داونز، الحالات برده نقطه ضعف فريق الوداد المغربي، كل لعيبه الخط الخلفي بتاع الوداد دايما عندهم مشكله سوء تمركز غريب جدا، ودايما بيبصوا على الكوره ما بيبصوش دايما على اللعيبه اللي جايه من الخلف او المهاجم الوهمي. فده طبعا بص لو كملنا الحل اللي بعدها طيب ده الهدف بتاع بيرسي تاو تاني عرضيه حسين وبيرسي تاو جاد التعامل معاها براسه طبعا. نكمل الحل اللي بعدها، ما شفتش بيرسي تاو بيجيب الجوال براسه قبل كده بيتهيألي. لا ما جابش فعلا. صح؟ لعيب كورة. ما جابش. بس انه خلص دي براسه وحطها يعني حطها بالمناسبة حطها جنب العارضة. حطها في مكان صعب جدا. صعبة جدا. ده طبعا قوة الوداد المغربي بقى في حالته الهجومية عندهم صامبو، ده اعتقد هو دور المهم جدا. البرج العالي ده. بص صامبو اصلا ده هو بيلعب على الهجمة دي، الكرة دي يعني طبعا تألق مصطفى شوبير فيها كانت تصفر عن هدف أكيد جدا، لأن هو الكرة طبعا اتلعبت من قبل نص الملعب، كرة عرضيه اللي هو طبعا اهم مميزاتهم، هيلعبها صامبو هيطلع ياخد الكره من فوق ياسر وعبد المنعم ويلعب، لا وبيسند الكره كمان لاعتقد ايمن الحسوني اعتقد، لكن مصطفى شوبير طبعا هيتالق فيها. نكمل حالات بعدها يعني هنا زي ما اتكلمنا على سوء تمركز الوداد، هنا برده في سوء تمركز عندنا بالزبط. عنيف يعني اتكلمنا عن صامبو كمان ان هو محطه، صامبو طبعا محطه هي دي اهم مميزاته ان هم بيستخدموا في حته الكرات العرضيه والكرات العاليه. نكمل هي دي الحلقه هنا طبعا الانفراد تالق مصطفى شوبير فيها. هنا الهدف
الهدف طبعا يبين ان هم بيستغلوا الاطراف بنسبه كبيره جدا. يعني اعتقد ان فريق الوداد المغربي كل مميزاتهم العرضيات وان هم دايما بيستخدموا الاطراف. لا ده مش الهدف يا احمد. لا ده الهدف. لا ده مش هدف. لا ده مش هدف. ده الكره اللي الشوبير هيطلع لها خطوه دي اللي هيطلع. بس بص بص اللاعب هنا اعتقد ده برضه عن طريق الاطراف. الاطراف برضه بيعمل ايه هو؟ اول قرار عنده ان هو بيعمل العرضيه، اول قرار هو انا نكمل اللي هو عمل عرضيه ومصطفى شوبير هيطلع الكره بالبوكس. بعدين انا ملاحظ انه اغلب هجمات الوداد من ناحيه اليمين. بالظبط. ما احنا اتكلمنا في الحلقه وقلنا ان ايوب العلمودي الظهير الايمن هو اخطر لاعب، هو اللي صنع ان هذا لعيب خطير جدا. ونجم لما بيفتح بيعمله هو بيدخل بالظبط لجوه. وده هيحصل على فكره، ما هو ده هو 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 اللي عامل الهدف كرة. دي كره الهدف. دي كره الهدف. هيعرف فيها على فكره. بص الناحيه الشمال جوه. عندنا يعني حتى لو عدت من سامبو وقابلها وابو هره اللي جاب الجول سيف بوهره حتى لو عدت بوهره برده في حد تاني جاي قابلها، مش عارف ده يحيى عطيه الله ولا حد تاني، بس اقصد اقول انه نص الملعب الشمال عندنا ده ما فيهوش حد خالص في ظل وجود ثلاث لعيبه من فريق الوداد. اعتقد النادي الاهلي كان في الحاله ديت ساعتها اتخطفنا في الكوره بالظبط، اتخطفنا فعلا، والنادي الاهلي كان مركز ان هو يجيب جون ثالث. فده اعتقد نتيجه النادي الاهلي كان مندفع. هنا طبعا برضو يبين الكرات الثابته يعني خطر جدا جدا جدا. ده ماتش كذا طبعا جابها في نفسه. بص دي هدف التعادل. ده هدف الـ لا بص بتاع سان داونز ماتش العوده. ده هو ماتش العوده الجون الثاني بتاع سان داونز. ده هدف التعادل. هدف التعادل اللي صعدهم. الكره العرضيه مرفوعه احمد، يعني بص نموذج يعني ده الاون جول صح. هنكمل الحلقه اللي بعدها. بص هيحط طبعا انا بقول جنوب افريقيا الوداد كان لابس احمر. لا الوداد كانش لابس احمر. لا ما كانش لابس احمر، كان لابس ابيض. ده مباراه العوده دي هيحطها في نفسه. لا مباراه العوده كان لابس احمر انا متاكد. الوداد كان لابس احمر. كان لابس احمر عشان كده بقول لك دي مش مباراة. هي ضربة ثابتة عامة. ضربة ثابتة مميزين فيها. انا يعني طبعا دي طبعا جايب الحالات الثابتة بتاعت الكرات الثابتة دي. ده يحيى عطية الله مميز كل جدا. كل الكرات الثابتة طبعا. فهنا بجد لازم النادي الاهلي، واعتقد ان طبعا اجواء مشحونة في المغرب والجماهير، واعتقد الحكم ليه دور، اللي احنا شفنا طبعا الدور اللي كان في ملعب القاهرة. فاعتقد النادي الاهلي لازم ومستر كولر يدي تعليمات ان مفيش اخطاء تماما من اول من بعد نص الملعب، لان الاخطاء كلها هم هيبداوا اعتقد نفس طريقه اللعب بتاعتهم مش هتغير. هم لا عندهم الامكانيات الكبيره ولا لعيبه الكوره المميزه زي سان داونز اللي هم يعدوا واحد على واحد. لا اعتقد هم بيعتمدوا على الكره العرضيه واستغلال سامبو في الكرات الطويله عشان يسندها لاي لاعب بقى سواء نجم جاي من الخلف او اي لاعب حتى حيمودي اعتقد ممكن يلعب مباراه العوده. فاعتقد صعب. بس اعتقد ممكن يبقى ليه دور في وعامل عمليه يوم السبت في القاهره صعب قوي يلعب صعب بعدها صعب الخياطه كمان بتاعت عمليه ازاي ده يعني هو اوريدي كده مش هينزل تمرين يعني لو هو سوبر يعني وخف على طول الا بعد اربع خمس ايام فما اعتقدش انه يعمل تمرينه تاهله انه يبقى جاهز في ماتش زي نهائي دوري الابطال يعني. وحاجه ثانيه احمد عايزين طبعا نستغل كلام المدير الفني طبعا البلجيكي لنادي الوداد بالشحن اللي هو بيتكلم وقال لك انا هفتح للجماهير وهفاجئ النادي الاهلي في مباراه العوده. الكلام طبعا النادي الاهلي اعتقد ان هو هيستغل الكلام ده بنتيجه ايجابيه والنادي الاهلي هيرد في الملعب. صحيح. طيب هل تعتقد بلال انه في فرصه لاسماء قد تكون مشاركتها أساسية في مباراة زي مباراة العودة أفضل من التشكيل اللي ظهر نادي الأهلي ولا مستر كولر هيلجأ نفس الطريقة والتشكيل؟ بفكر مارسيل كولر أعتقد أنه يبدأ بنفس الطريقة ونفس التشكيل. لو أنا هقول رأيي أنا عندي تغيير تكتيكي داخل الملعب. أتمنى أن احنا في المباراة دي حمدي فتحي هو اللي يلعب رقم 6 مش مروان. وحمدي يرجع كسردباك ثالث في اوقات كتير من المباراه واحنا مش معانا الكوره. يعني حمدي يبدا يبقى قريب قوي يعني من ياسر يعني ومن بدل بتعمل شيفت بدل الادوار الهجوميه اللي بياخدها حمدي فتحي يرجع تاني سته يرجع فعلي. سته كلاسيكي ومروان اعتمد على مروان وديانج ومروان وديانج لان مروان وديانج كمان عندهم ميزه كبيره جدا ان هم بيضغطوا بيعملوا عمليه الضغط العالي مميزين جدا فيها عكس حمدي ممكن تستفاد منه في 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 المناطق الخلفيه مشهور طبعا بالتاكلينجات وبالتدخلات ان هو يقطع الكوره. فانا اتمنى ان حمدي يبقى كلاسيكي ويبقى ليه دور اضافي ان هو يدخل ثالث مع منعم وياسر في الحالات اللي هتحتاج. طبعا احنا اتكلمنا ان ابرز الميزات اللي عند لعيبه الوداد الضربات الثابته وكمان العرضيات المتحركه يعني هم مميزين في دي وفي دي. فحمدي اتمنى ان هو يتم استخدامه كرقم 6 كلاسيكي بادوار دفاعيه مع الثنائي الدفاعي عشان حتى يسند مع معلول ومع محمد هاني في الطرفين اللي احنا شفنا الاختراقات بتاعه الوداد كانت عن طريقهم. لعيب تاني انا بشوفه مهم جدا لو احنا هنروح لسيناريو التحفظ هو طاهر محمد طاهر.
بشوف ان هو يلعب في الجهه اليسرى مع علي معلول علشان يسند مع علي معلول ويتم تحرير بيرسيتاو. لا مش هقعد حسين الشحات، هحرر بيرسيتاو وادخله كمهاجم وهلعب بطاهر ناحيه الجناح واستفاد بكهربا. هتلعب بطاهر جناح شمال وتلعب الشحات الشحات زي ما هو الشحات زي ما هو وطاهر يخش عشان الادوار. طاهر قدام هاني مش معلول بقى. طاهر سوري قدام هاني و او العكس على فكره، هو حسين بيلعب الرايت والليفت وحسين اساسا بيلعب رايت بس هو مع كولر بقى بيلعب. انا بالظبط لازم في المباراه دي الطرفين ياخدوا تكليفات دفاعيه ويلتزموا جدا جدا جدا، لان احنا استعرضنا وحذرنا ان الطرفين لازم يعملوا المسانده كمان. الاثنين الارتكاز اللي شفناهم في المباراه على فكره بالمناسبه طريقه كولر بتلعب بتعتمد على حاجه اسمها ارتكاز مساند. الارتكاز المساند بيعمل المسانده دفاعيا انه بيميل على طرف من الطرفين او بيرجع يعمل الارتداد للمناطق الخلفيه، والارتكاز المساند كمان في المناطق والنواحي الهجوميه سواء بالزياده والتكمله في عمق الملعب او على طرف من الطرفين لو حد من الهافات دخل لعمق الملعب. انت نزلت طاهر وهبدا ببيرسيتاو فيرويد بيرسيتاو راس حربه يعني قعدت كهرباء كملت الشحات احمد. طبعا انا يعني اختلف مع بلال شويه ان مستر كولر مش هيستخدم حمدي فتحي في حته الدفاع لان هو ما عملهاش قدام ريال مدريد وما عملهاش قدام في كاس عالم الانديه، فمستحيل يعملها حتى في رات الوداد. هو التغيير بالنسبه لي تفكير انا كولر مش هيغير ولا اتمنى يعني احنا اعتقد ان هو ممكن يعني التغيير بالنسبه لي اللي هو ممكن هو يفكر فيه هيروح لعمرو السوليه مكان اليو ديانج، لان انا بشوف ان ثنائيه حمدي فتحي مع السوليه مع مروان عطيه هتدي افضليه، لان عمرو السوليه وجوده في المباراه دي اعتقد مهم جدا بخبراته مؤثره جدا جدا، واحنا افتقدناه في مباراه الوداد المغربي اعتقد اللي كان ساعتها مصاب هو ونزل اخر ربع ساعه. واعتقد ان كهربا ممكن محمد شريف هيبدا المباراه على حسابه. صحيح، نتمنى كل التوفيق طبعا لرجالتنا وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله باذن الله جاهزين وحاضرين ومستعدين للمباراه الاهم، وباذن الله التتويج من نصيب النادي الاهلي لانه بجد السيزون ده عن جداره يستحقها. ويهمني بالذات كمان انه مشوار كولر الناجح السنه دي يعني يتوج بفوزه بلقب الاهم مع النادي الاهلي ومع جماهيره. هو بطوله دوري الابطال هتفرق معانا، فوز ببطوله مهمه جدا ورقم قياسي جديد نكسر بيه الرقم القديم البطوله ال 11، لكن كمان هتفرق معانا قوي في مشروع كولر نفسيا ومعنويا. فوزه وتتويجه السنه دي يخليه يعني يبدا المشروع وهو بشكل اكثر اريحيه بشكل كبير جدا. في النهايه يهمنا انه الاهلي يفرح جماهيره يوم الاحد ان شاء الله، وما زالت متابعتنا معاكم طبعا للاهلي على مدار الايام اللي جايه مستمره. هركن شويه ماتش السيتي والانتر وهاجله حلقه السبت، انا موجود معاكم السبت هنا في السادسه نتكلم ونفرد بقى ورقنا براحتنا في يوم المباراه اللي هتستضيفها طبعا اسطنبول، نهائي تاريخي بين مان سيتي وانتر ميلانو. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، شرفتونا ونورتونا، والمره الجايه لما نتقابل تباركوا لي على الثلاثيه ان شاء الله. عايزين بس في النهايه عايزين نقول ان احنا زي ما جبناها تباركوا لي على الثلاثيه ان شاء الله باذن الله. خايف والله هنبارك لك بس انا خايف تبقى بص كارثه. لا احنا عايزين نقول لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله زي ما في 82 جبناها من اشانتي كوتوكو، وفي 2006 من رادس امام الصفاقسي، ومن 2008 من القطن في جروه، ومن 2012 من الترجي في رادس، و2000 و21 من ملعب محمد الخامس امام كايزر تشيفز. بالمناسبه هي فقل حسن ان احنا اخر بطوله توجنا بيها كانت اي نعم كانت امام منافس مش مغربي، ولكن كانت على نفس الملعب ان شاء الله باذن الله. يوم الاحد هنجيب البطوله من كازابلانكا ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ابو حميد، نورت الدنيا. نورك يا احمد دايما، وان شاء الله انا بتفق مع بلال ان شاء الله نرجع بالبطوله ونحتفل برضه نهوت معاك في السادسه ان شاء الله. جيب لنا بقى ان شاء الله كاس البطوله ان شاء الله زي ما تعودنا. انا شلت هنا كاس كميه بطولات يعني ما سالتهاش انديه كتير قوي. عايزين الكاس وهنجيب احنا التورته ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكركم على المتابعة وعلى كل خير، نتقابل دايما في السادسة، تحياتي لكم.